بسطويسي مسافر ليه؟ بسطاويسي مسافر ليه وبسطاويسي مسافر ليه يقعد هنا بقى يعمل ايه كفاية منكم بقى حريه ده الحياة فاضل فيها ثلاث شهور حيقضيها حسب مزاجه يا خالق يا هو حسب مزاجه يا خالق يا هو ده بسطاويسي رايح فين؟ رايح لمصر الدنيا رايح لمصر الدنيا سلم لك على ليلى وسونيا وانا هاتلي مناديل وكانوليا وانا راخر مناديل ولاكوليا وانا هاتلي صندوق الدنيا ودي اخرى صندوق الدنيا وانا مع ساعدة تكون ألمونيا وانا مع ساعدة تكون ألمونيا حقك تعقل وتخليك يا بسطاويس الله يهديك دي مصر وعرايا ولدي عليك نسوي لها راح يلعب فيك يا بسطاويس اعقل خليك يا بسطاويس اعقل خليك يا بسطاويس اعقل خليك يا بسطاويس عجل خليه تأليف عباس الأطفال تلحين سيد مكيام وأهلا بدومة دلوقتي وده اسمه كلام الله أعمل إيه يعني أروح المشنقة بقول لك بسطاويس عارف اللعبة لو طخيت حسنين هيشهد عليا وقولي لبدومة دلوقتي اسمع انا عندي الحل ايه هو مدام بسطاويس عارف كل حاجه اقتله اقتل الاتنين يعني اتاخروا من عارف راحوا فين راحوا يهيصوا مش معاهم فلوس لقوا فلوس مسروقة المهم انت تشغل مخك وتسحب من بسطاويسي قرشين بالهداوة بالتهديد زي ما تشوف بقى بس يعني انا عاوز اكلمه لوحده اكلمه لوحده ازاي ده بشوفي لك انت بقى طريقة مع الواد حسنين بس يرجعوا يا معلم ما تخافش علي ده حسنين بالذات ببصله بصة واحدة بيترعش وانا حاسة انه طول عمره بيحبني يحبك ما هو اعمى هو انت بقى ما كلكيش غير القفل ده طب بس احسن جوم اهم مساء الخير يا معلم اهلا وسهلا في واحد سال عنك يا حسنين واحد مين ده تعالى يا حسنين بس وانا اقول مين ده ده راجل باين عليه بلدياتك بلدياتي مفيش حد في البلد يعرف اني هنا يا ترى مين يا بسطاويس دقيقه واحده اما اخلص كلامي مع المعلم اطلع انت يا حسنين ايوه كويس كده عشان نعرف نكلمه على رواق اوي طلباتك شوف بقى يا بسطاويسي قصدي يعني يا بسطاويسي بيه اي ما هو بصراحه بقى يعني كده اللي ياكل لوحده يزور طبعا ما دي معروفه ايه الجديد فيها يا معلم بقى مقعدني جنبك عشان تقول لي اللي ياكل لوحده يزور صبرك بالله اللي ياكل لوحده يزور واللي اوله شرط اخره نور بصراحه كده بقى انا عارف كل حاجه انا يا بسطاويسي مش قفل يعني ايه بقى قفل سبحان الله انت هتلوعني يا بسطاويسي بقول لك انا مش قفل يعني مش قفل يا سيدي فهمنا خلاص انت مش قفل ايوه كده خليك معايا على الخط خط ايه يا معلم تاني لا ده انت هتتعبني قوي هتجهدني
تحب اخش في الموضوع على طول؟ خش في الموضوع على طول. انا بصراحة عاوز 500 جنيه بس. كفاية عليا دول. قلت ايه؟ في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت هتغير دمي ليه؟ ايدك على الفلوس يا بسطويص. ايد انا؟ هو انت اللي عاوز 500 جنيه مني انا؟ امال من مين؟ انت بتصعبط عليا؟ شوف بقى ما اقولك، هي واحدة من الاتنين، يا تجيب الفلوس يا سلمك للبوليس. بوليس؟ ليه؟ انا عملت ايه؟ ما انتش عارف عملت ايه يا بسطويصي. لا يا اخويا مانيش عارف. انت حر، بكره تندم على كلامك ده، وشرفي لا تندم. ايه بس يا معلم؟ في ايه؟ الله، كل شيء بالهداوه بالهداوه. ولا ايه يا سي بسطويصي؟ ما تضايقش من المعلم كده، هو اصله طبعه حامي دايما. طبعه حامي على نفسه، ثم لا مؤاخذه يهددني انا؟ انا اتهدد يا ست بطل؟ لا تهديد ولا حاجة، ده احنا كلنا اخوات. ما هو ده اللي بقوله. معلش ما تزعلش، هو طلب منك كام؟ طلب 500 جنيه كده؟ اه. طب امال انت عاوز تدفع كام؟ شوف اللي يطلع من ذمتك وادفع. وانت يا معلم اعمل معروف، خليك هادي. اديني هادي اهو. قلت ايه يا سي بسطويص؟ في ايه؟ جالك كلامي؟ خلاص هو حر، سيبيه يروح اللومان. اللومان يا ندمتي؟ هسيب بسطويص يسجنوه يحطوه في حديد ليه؟ هو احنا ما عندناش رحمة؟ والله لا يمكن، لا يمكن قلبي يطوعني يا سي بسطويص انه يحصل لك اي حاجة وحشة. قولي بس هتدفع كام؟ 400؟ يا بسطويص. ايوه حشانين. اطلع عن المعروفة، انا عاوزك في موضوع مهم. عن اذنكم بس قولي الاول، طمنا هتدفع كام يا بسطويص؟ هدفع حساب اللوكاندا، زيادة عن كده ملين مفيش. كده سامعة يا بطة؟ طيب انا هتصرف بقى. اتصرف. اسمع يا عبد العال. ايوه يا فندم. الاشارة اللي وصلت دي عاوزك تهتم بيها، انت قريتها؟ قريتها يا فندم. الموضوع ده خطير والمجني عليها عمدة، عاوزك تلاقي ابنه حسنين في اقرب وقت، وخلي بالك اهم حاجة تلقى بسرعة، ها، قبل ما يضيع الفلوس اللي سرقها من ابوه. الفلوس لازم ترجع للعمدة. حاضر يا فندم. الوقت طايش، ومعه راجل عجوز اسمه بسطويصي، اوصافه موجودة، هو اللي حرضه على سرقة ابوه، تقبض عليه راخر. حاضر يا فندم. بسطويص الحقني يا بسطويص. ايه في ايه؟ احنا لازم نسيب اللوكاندا دي حالا الليله. الله، ايه اللي حصل؟ هو انت متهدد كمان؟ انا متهدد قوي يا بسطويص، انا خلاص هنقتل. تنقتل؟ مين اللي هيقتلك؟ المعلم؟ لا مش المعلم، ابو دومي. ابو دومي ده ايه؟ ده راجل بينه وبين ابويا طار، حالف ليقتلني انا. يا ريتني سمعت كلامك يا ابوي. يا راجل اهدى، خايف من ايه؟ طب ما انا هموت بعد 84 يوم ومش خايف. انت هتموت موتة ربنا، انما انا هنقتل. واحد جه سأل عني المعلم. بس كده؟ وايه يعني؟ يمكن واحد صاحبك يا اخي. انا ماليش حد في مصر، والمعلم قال لي ده باين عليه بلدياتك. الكلام ده خوفني قوي. هو المعلم نازل فينا تخويف ليه؟ ثم لا مؤاخذة يعني، هو عاوز مننا ايه؟ ده هددنا انا كمان. قال ايه؟ عاوز 500 جنيه. مين اللي عاوز 500 جنيه؟ الراجل اللي هيقتلني؟ راجل ايه اللي عاوزهم؟ ده المعلم نفسه. ليه؟ نفسه؟ المعلم نفسه ليه؟ ليه؟ والله ما اعرفش. قاعد يخرف الكلام ويقول لي اللي ياكل لوحده يزور، وما اعرفش ايه كمان، والاخر هددني. على كل حال اسمع، احنا احسن حاجة نهرب باللوكاند. اهرب؟ نهرب ليه؟ انا حرامية. لا مش قصدي، ما دام انا متهدد وانت متهدد، نقعد هنا ليه؟ لازم نسيب اللوكاندا دلوقتي حالا. وهنهرب ازاي؟ مش لازم ندفع الحساب؟ وطبعا لما هندفع الحساب هيعرف المعلم اننا ماشيين. اقول لك خلينا للصبح. يفرجها ربنا. ودلوقتي نام، نام بقى يا حسنين. تمام يا حضرة الظابط. ها عملت ايه؟ حسنين ابن العمدة وبسطويصي نازلين في لوكاندة الحظ في كلود بيه. انت متأكد؟ عرفت ده من نص ساعة بس. ها. واحد من رجالتي لقى اتنين شاربين في شارع كلود بيه. ها. واحد بيقول للتاني يا حسنين، والتاني بيقول له يا بسطويصي. هم دول الاسمين. فضل ماشي وراهم. عرف انهم نازلين في لوكاندة الحظ. ودي بتاعت المعلم زلط جوز بطة. كده
طب اسمع. ايوه يا فندم. وضب ايوه وتعالى معايا، انا معايا اذن النيابه من النهارده الاسبوع قدام اهو، امر بالقبض على بسطويسي شندويلي عبد الله وحسنين رضوان لاتهامهما في سرقه. يلا قوم يا عبد العال. حاضر يا فندم. ياما مين بيخبط دلوقتي؟ شوف مين يا حسنين. لا ما اقدرش، بس اوعى تفتح، ده لازم الراجل اللي هيقتلني. يا ريت تسمعتي كلامك يا ابوي. افتح الباب يا سي بسطويسي. الله، دي بطه، دي واحده يا بطه. افتح يا حسنين. لا لا مدام حرمه قومي افتح انت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا مؤاخذه، حضره الضابط عاوزكم. اتفضلي انت. تعال بيومي. وانت يا مرجوش. ايوه فندم. خلي بيت القوه تحت. حاضر يا فندم. مين فيكم بسطويسي؟ انا يا بيه. وانت حسنين؟ ايوه يا بيه. فين الفلوس يا حسنين؟ فلوس ايه يا بيه؟ انا ما معيش حاجه. انت بتنكر؟ طيب يا بسطويسي. نعم. انت ما شفتش مع حسنين فلوس؟ حسنين ما معهش فلوس، ده انا جايبه هنا على حسابي في المده اللي فضلالي على الدنيا. كده انت بتتريق بيومي. ايوه فندم. مرجوش. ايوه فندم. فتشوا الاوضه كويس. وانتم يلا قدامي. يا بيه واخدنا على فين السعاده؟ ده انا ما غفلتش لسه دقيقه واحده. بس يا راجل انت، يلا من سكات انت وهو. يا سعاده البيه انا ما عملتش حاجه. ثم لا مؤاخذه، انا ما عنديش وقت اضيعه في الاسام، انا فاضل لي 83 يوم بس. انت بتلخبط في الكلام ليه؟ 83 يوم ايه؟ حضره البشكاتي فسر الحلم كده. ثلاث شجرات يعني ثلاث شهور. كده كده؟ لا، ده انت مجرم عريق في الاجرام. عاوز تعمل مجنون عشان تفلت من المسؤولية؟ دي قديمة يا بسطويسي. قول لي فين الفلوس وانا وعدك هساعدك. فلوس ايه؟ فلوس العمدة ابو حسنين. بقى انا اللي بلخبط يا حسنين؟ هو ابوك معاه فلوس؟ طب انجر بقى انت وهو. يلا قدامي. وانت بيومي. ايوه فندم. خصني انت ومرجوش. ايوه فندم. حاجة عجيبة، البوليس تفض الاوضه ولا لقاش فلوس. ده انا شايفه العشرات في ايد بسطويسي، وانت شفتهم كمان. هو ده اللي مجنني، لكن انا خايف بقى اكون اكات الالافات دي مش مظبوط. ازاي بقى؟ هو البوليس هيجي بنفسه علشان 10 ولا 20 جنيه؟ وكمان انا حسنين بصدقه، ما يقدرش يكذب عليا ابدا. اللي بلسانه ان معاه 3000 جنيه. هم فين؟ انا عارفه. اسمع يا بطل. نعم. انت نومي خفيف، ما سمعتيش ايوه حاجه؟ مش فاهم. الله، ما تخليكي معايا على الخط. بقولك ما سمعتيش ايوه حاجة في اوضه حسنين وبسطويسي؟ حاجة زي ايه؟ خبط رزع. انا بقول فعلي بالي، يعني يمكن فحت الاوضة وحط الفلوس تحت البلاط. الحقيقة مش فاكر. ما هو ربنا يعرفه بالعقل، مدام معاه 3000 جنيه لازم يكون شايلهم في حتة. هيشيلهم في جيبه يعني؟ مش معقول. على كل حال انا هستنى ما نشوف هيجرى ايه. يا سلام يا بطة لو لقيناهم تحت البلاطة، ده يبقى كنز، كنز من السما يا بطة. نقوم ندور دلوقتي. لا لا، اتقالي اما نشوف قبل حيجرى ايه في بسطويسي. خش يا بسطويسي، البير وكيل النيابه عاوزك. حاضر يا فندم. حاضر يا بسطويسي. يا بيه ارحمني يا بيه، انا بريء، انا ما زرقتش حد، وقلت لسعادتك الفلوس دي جت منين يا بيه؟ واحنا اتاكدنا، وعشان كده انا قررت الافراج عنك وهنسلمك فلوسك. الله يخليك يا بيه، الله يكرمك يا بيه. ده انا اتهريت في الحجز امبارح، ما عرفتش انام ولا دقيقه يا بيه. معلش، اتفضل انت. لا مؤاخذه، وحسن ايه؟ ايوه، ابو العمده اتنازل عن البلاغ ضده وطلب ترحيله، هيسافر البلد دلوقتي، اهو واقف بره تقدر تسلم عليه. الله يخليك يا بيه، الله يكرمك. حسن ايه؟ بسطويسي. انت مسافر يا حسن ايه؟ ايوه، ابويا طلبني في البلد اعمل ايه؟ كان نفسي افضل معاك يا بسطويسي. انت صعبان عليا قوي يا حسنين، هرجع البلد معاك ومش ضروره متع نفسي. يا راجل ما تبقاش عبيط، دي كلها يومين وتبصت الاني عندك كده. خلاص، بس ما تتأخرش، انت عارف انا ما عنديش وقت. تعالى يا سي بسطويس استلم فلوسك. خلاص فضينا الحرز. انا جاي. فلوس فلوس. انت يا معلم، معلم ما تصحى بقى. قلت لك 100 مرة ما احبش حد يصحيني من النوم. ريفت ايدي على الصبح، ابقى صاحب اللوكان ده ولا اعرفش انام فيها. يوه، ما تهدي نفسك يا معلم، دي الساعة بقت 10 وحياتك انا ما دقت النوم طول الليل، او عمال افكر في اللي قلتهولي. انا قلتلك ايه وليه؟
ده كلام تخريف، كلام ليل. اوعى اكون وعدتك بحاجه وصدقتي، ده كلام الليل مدهون بزبده. زبده ايه وسمن ايه يا معلم؟ ما تفوق لنفسك شويه. انا قصدي على الفلوس اللي تحت البلاطه. فلوس بصويصي؟ ده انا ما عرفتش انام خالص، طول الليل عمال اعد فيهم 1000 2000 3. تعد فيهم وانت شلت البلاطه؟ انت شلت البلاطه وانا نايم ابطل؟ لا يا معلم لا، ما انا مصحياك عشان كده. قوم خليه يبقى صباح زي الفل. حاضر، اغسل وشي واشرب الشاي واطلع اشوف العمليه دي بنفسي. انا مش عارف حسنين وبسطويس راحوا فين. راجبت اللاكندا امبارح طول النهار والليل ما شفتش حد. يمكن ما خرجوش. مش ممكن. ما سألتش عليهم؟ وسع ازاي بس، انا لو كلمت المعلم وشاف خلقتي هيفتكرني، ولما خلص عليهم يمكن يروح يشهد علي. المهم شد حيلك شد حيلك، احنا عدنا كتير في مصر وابو دوما مستعجل. مستعجل يعني ايه؟ هو انا حاجتي فرختين دول روحين هزهجهم كلام اهدي. ما تزعلش كده يا خضري، انت دايما كده حامي. الله 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 الله. شايف شايف مين دي؟ ده بسطويسي داخل اللوكاندا لوحده اهو. جالك كلامي؟ دول جايين يهيص ومش نايمين في اللوكاندا. لكن فين حسنين؟ مش معاه يعني؟ يا سيدي زي بعضه، اخلص على واحد وبعدين التاني. انا ورايا حاجه، وبيني وبينك انا متغاظ قوي من بسطويسي ده. هو اللي كشفني وعرف اني جاي اكتر حسنين. المغفل قال فاهم انه خوفني. طيب انا حمشاني وانخلصت، انا في القهوه في المحطه. اسمع يا مرجان، الوقت انا حكت البسطويسي عشان عرف اني جاي اكتر حسنين، مش كده؟ ايوه كده. طب وانا ايش عرفني انه ما قالش لحد على السر دي؟ يمكن قال لحسنين. ما انت هتقتله. وافرض قال لحد تاني؟ الله جراه يا خضري، احنا هنتراجع ولا ايه؟ انا عمري ما تراجع ابدا، بس انا قبل الرصاصة ما تطلع لازم اكون فكرت كويس. انا قتلت يامي ومحدش قدر يثبت عليا حاجة. يعني رأيك ايه بس؟ سيبنا فكر شوية، لازم اروح اجيب راجل يشتغل معايا شغلانة بسيطة كده. ايه اللي تشوفه يا خضري؟ يا جمعة. ولا يا جمعة. ايوة يا حضرة العمد. يا ود انت فين يا ود؟ وانا كل ما اسال عليك ملقكش. معلش يا عمدي، ده انا كنت بسلم على حسنين واطمن عليه. شفت افكار العمده بتاعك يا جمعه؟ جبت الواد في 48 ساعه. براوة عليك يا عمدي. وحياتك وحياتك، لو كان قاعد في مصر كان ابو دوما قتله وحرق قلبي عليه. الحمد لله. اسمع يا جمعه. ايه؟ خلي عينيك على الواد حسنين لحسن، انا لسه ما اطمنتش ليه. بعدين عقله يزقزق يسافر تاني، خصوصا هو بسطويسي لسه هناك. هو بسطويسي افندي لسه مرجعش. مرجعش؟ ده راجل فلاتي، باع بيته وارضه وراح يهلس في مصر. مين كان يصدق ان راجل بالشكل ده وفي السن ده يعمل العمله دي؟ بكره يشوف نهايه الهلس ده ايه. انت بتخبط برجلك كده ليه يا معلم؟ هشوف البلاطه المهزوزه فين؟ وانت فاهم يا وليه اني مجنون؟ هخلع كل بلاط الاوضه. معلم ايه؟ اهي البلاطه دي مهزوزه شويه وباين عليها اسمنت. تبقى هي. اوعى اما اشيلها. مين ده؟ مش عارفه هيكون مين يعني. استنى اما افتح. الله، مين؟ بسطويسي افندي. بسطويسي؟ ايوه يا سيدي بسطويسي. ايه مستغرب ليه يا معلم؟ انت مش بلغت عني زي ما قلت؟ انا ابدا مشرفك وانا الحق. لكن قول لي سابوك ازاي؟ الا سابوني ازاي؟ ده انا بريء يا معلم. الله، جرى ايه يا معلم؟ مش تقول له اول لا الحمد لله على السلامه؟ ده انا مبسوطه قوي يا بسطويسي افندي انك خرجت بالسلام. امال فين حسنين؟ حسنين حسنين سافر رجع لابوه العمده، وانا جاي بقى اخد عفش ورايح لوكاندا تانية. وده اسمه كلام يا سي بسطويسي افندي؟ انت زعلت من المعلم؟ خدت كلامه جد؟ انا كنت بهزر معاك يا راجل. بقى مش فاكر اللي قلته يا معلم؟ خلاص نسيت. اللي ياكل لوحده يزور يا تجيب 500 جنيه يا راجل. انا كنت بهزر معاه، وهو معقول يبقى الكلام ده جد؟ معقول انت معاك 500 جنيه منين؟ لا بقى،
ان كان على معايا 500 جنيه معايا، ومعايا اكتر كمان وشرفي. لا مالكش دعوه بشرفي، وانت لسه هتغني علينا؟ البوليس ما قلب الاوضه كلها ما لقاش حاجه. ومن قال لك ان حاطط فلوسي في الاوضه؟ فلوسي دي ما تفرقنيش ابدا، لا مؤاخذه لم هدومي وحاجاتي. هدومك ده ايه بستويسي؟ ما تزعلش بقى يا بستويسي، وحياه تربه امي ما انت سايب اللوكاندا. هو انا ماليش معزه عندك ولا ايه؟ ازاي بقى؟ لكن انا بصراحه بقى ما احبش حد يهددني، فاهم يا معلم؟ وبيزعق كده ليه؟ خلاص يا سيدي حصل خير. خلاص اللي فات فات. انا تعبان بقى من امبارح طول الليل، البلاغيت في السجن هرس جبتتي، عاوز اخد حمام واطلع الاقي جوز فراخ امرقشه. جوز فراخ؟ طيب فاهم فاهم يا معلم. خد يا ست بط، ادي 5 جنيه تحت العزاب. الله، ده لسه معاه فلوس. يلا بينا احنا بقى يا معلم، نسيب بستويس افندي يستريح. شفت الفلوس اللي كانت معاها يا معلم؟ عجيبه، وما فتشوهوش في الاسم ولا ايه؟ انا عارفه دلوقتي حكايه البلاطه اللي بتقول عليها دي، تفتكر هتوصلنا لحاجه؟ ضروري، مدام صراف يبقى خبط مبلغ كبير، واللي شايله معاه ده الفكه الفكه. لكن ده كان عاوز يشيل شنطته من اللوكان ده ويمشي، لو كان حطت الفلوس تحت البلاطه كان رقد جنبها. مظبوط يا بطه، والله انت ساعات بتطلع منك وحايد تمام. لكن يبقى مخبي الفلوس فين؟ لازم تعرفي يا بطه، لازم. اطمن يا معلم، ده انا بطه والاجر على الله. صح كده يا حاج بشكاش. الله، مين؟ حسنين. الحمد لله بالسلامه. انت رجعت امتى؟ رجعت امبارح بالليل. وبسطويسي؟ بسطويسي افندي رجع معاك؟ لا يا سيدي، بسطويسي لسه قاعد في مصر، قاعد يتمتع هناك. انا بس اللي حظي زفت وقطراه. مش فاهم ايه اللي حصل، اتخانقتوا سوا؟ اتخانقنا سوا؟ ابدا، ده احنا كنا اخر حلاوه يا حبيب بشكاتب، انما ابويا العمده عملها فيه. عملتها يا عمده؟ يا اخي ريحني وفهمني ايه اللي حصل بالظبط. يا سيدي، ابويا العمده مش عايزنا اسافر مصر، قال خايف عليا من ولاد عينان، بينا وبينهم طار من 30 سنه. يا سلام على دي خالي، في حد يفضل متغاص 30 سنة؟ دي معقول دي؟ هما ما لهمش شغلة تانية؟ ها وبعدين؟ وبعدين يا سيدي، لما انت العمد عارف اني سافرت مع بسطويسي من هنا، وراح مبلغ ورانا البوليس. بوليس ليه؟ قال اني سرقت من العمد 3000 جنيه. شوف الكلام، مسكونا انا وبسطويسي، وبعدين النيابة سابت بسطويسي ورجعونا. الا وبعدين؟ رجعت على ملاويشي وانا قلبي بيتقطع على مصر، لكن انا لازم اسافر تاني. صحيح ابويا وضع عيون علي. عيون عليك؟ ايوه، الواد جمعه بقى زي ضلي، مطرح ما اروح وراي، ده كان هيخش ورايا هنا. قلت له استنى عندك، مش عايزه يسمع الكلام اللي هقوله لك. خير خير، عاوزك تشوف لي 5 جنيه. ها؟ 5 جنيه بس الحق بيهم بسطويش. بس انت لا، اعمل معروف، اعمل معروف يا حضره البشكات، بديهم لي ولا رجعهم. انا هجيبهم لك اما اشوف بسطويش، هو ما بيأخرش عليا حاجه ابدا. انا كنت طلبت منه 50 جنيه سلف ما ادانيش، انما بيصرف عليا. شوف لي الخمسة جنيه اعمل معروف. ما اقدرش يا حسنين، ما اقدرش، انت عارف العمدة شراني، ولو عرف ان اديتك فلوس يا سيدي وهو هيعرف منين؟ ازاي بقى؟ ما انت بتقول حاطط عيون عليك. الله، طب ما هو جمعة الغفير اللي واقف. لا 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 لا، معلش، اعذرني اعذرني. طب معلش. ما تزعلش، دبر نفسك بعيد عني. ضروري، هو معقول اقعد هنا في البلد وبسطويسي معاه فلوس قاعد يبعزق فيه؟ هو بيبعزق في هو قصدي عنوانه في مصر ايه؟ الواحد برضه يصح يسال عنه. عنوانه؟ لوكاندة الحظ، شارع كلود بيه، دي اشهر لوكاندة في مصر. هبعت له جواب اطمن عليه. حسنين، انا مش عايزك تزعل مني، قدر ظروفي، انت عارف ابوك شراني، ابوك شراني يا حسنين. اها، شايف العجوز المخلع ده؟ شايفه. هو ده اول ما يخرج تشوف شغلك. هيتأخر كتير؟ اهو يقعد له ساعة ولا اتنين بالكتير. انا على كل حال حستناك عند جرجر، تطلع بيه دغري علي. ما تخافش، اتكل على الله انت. انما مش لازم يكون حد معاك. الله، جرى ايه؟ جرى لك ايه خضري؟ دي لعبتي انا وانا عارفها. انت عاوز ايه؟ بعد ما يخرج ب10 دقايق يكون عندك. هو ده الكلام، بس خد بالك ده راجل عجوز وناصح قوي، ده كشفني وانا قاعد في الكباريه في لمحة، اوعى يشك في حاجة. يا راجل بقول لك اتكل على الله. يا
انت رايح فين؟ انا رايح لكندة الحظ في كلود بيه. يا سلام على الصدف. تصدق يا بيه انا رايح هناك. رايح لبوتا ولا المعلم؟ لا رايح للمعلم. اركب اركب. هي دي عربيتك؟ الله دي حلوة قوي. اركب اوصلك. الله يكرمك ويخليك. يا سلام هو ماشي بسرعة كده ليه؟ احنا اصلنا مستعجلين قوي. محدش مستعجل اكتر مني. انا فاضل لي 80 يوم بس. يا خرابي. الله هي العربية رايحة فين؟ احنا بقينا في الصحراء. ما بلاش الصحراء دي. الديب يكون نعم المعروف. بس اخلص. ديب ايه؟ كلام فارغ ايه؟ يعني ايه اللي حصل يا حضرة المشكاتب؟ الحلم هيتفسر قبل الاوان ولا ايه؟ اه ياني يا بسطويسي يا ميت صغير يا بسطويسي. هو انا اللي عارف بس ده؟ حضرة المشكاتب عارف وحسنين عارف وزمان كل البلد عارفة. طب ده انا قلت للنيابة الكلام ده. يا نهار اسود ده عملية ايه المفضوحة دي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ده مبلغ النيابة مقدما خازوق ليكون ورايا. اعمل ايه دلوقتي؟ احسن طريقة اخلع ايدي من العملية. عبدو. ايوه. ارجع على كلود بي لكندة الحظ. حاضر. هو ده اسم اللكندة. متشنكرين اوي يا عمود. انما كاهين اوي. الحمد لله ده انا كنت هقعفو مصيبة. الحمد لله. يا عصفور بيه سعادتك تؤمر بيه؟ تبعت لبسطويس افندي حالا انذار. كلامه الفاضي ده ازاي يسيب شغله ويسافر؟ ما هو يا فندم ساب الطلب ده. طلب؟ ايوه. طلب ايه؟ ما تنطق يا بيه. هو بيلتمس قصدي عايز 3 اشهر اجازة. 3 اشهر اجازة؟ ايوه. ليه؟ عشان ايه؟ مسافر فين؟ اوروبا؟ لا يا فندم هو مسافر ابعد شوية. ابعت له انذار. انت عارف انا صعب شغلي. انا الراجل دوري ما حبش الهلس. طبعا يا بيه طبعا. قول له ان مرجعش في خلال 48 ساعة يعتبر نفسه مرفوض. 48 ساعة ما فيش غيرهم. ما تزودهم سعادتك شوية. فين لما يروح الجواب انا ماليش دعوة. انت عارف انا صعب شغلي. انا راجل دغري ما حبش الهلس. حاضر يا بيه. اسمع انا عاوز ميزانية الفرع تكون جاهزة بعد اسبوع. حاضر يا بيه. اسمع انا يمكن اكون ساعتها في مصر. انت عارف انا بنزل فين. طبعا يا عصفور بيه لكندة العظماء. براو عليك. تبعتها لي في المستعجل. مفهوم؟ ايوه. لازم الميزانية تكون جاهزة. أيوة. انت عارف انا راجل صعب في شغلي. أيوة طبعا. انا راجل دغري. انا ما احبش الهجس. طبعا يا بيه طبعا. بس يا سيدي بس هلو فانضة عرفتها. خلاص عرفتها. الله ايه انت مش جاي معايا ولا ايه؟ لا 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 معلش انا ورايا مشوار لازم اروحه كده. طب مع السلامة ومتشنكرين قوي. يا سلام يا حضرة البشكاتب تفسيرك للحلم مظبوط. 3 اشهر يعني 3 اشهر رحت للصحراء برجلي ورجعت. حكمتك يا رب. طبعا عمر كده لا ينقص ولا يزيد يوم. بس طويس جه يا بطه كده. الله ده بيتطوح. امال يتطوح قوي؟ مش معاه فلوس؟ مساء الخير يا جماعه. اهلا وسهلا. ايه كنت سهران فين يا بس طويس افندي؟ اسكت يا معلم اسكت. اما شربت ينسون. انما بصراحه اجدع من ينسون بتاعك كده برضو يا بس طويس افندي. هو فيه احسن من اليانسون بتاعنا؟ لا 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 مش قصدي. ما تاخذونيش. اصل انا بقى لسه جاي منين؟ منين؟ من الصحراء. ايه رحت الصحراء؟ اي والله لدرجة ان انا افتكرت ان مفيش داعي. مفيش داعي بقى.
تصبحوا على خير. وانت من اهله؟ اسمع يا بطه. نعم. ده متقل قوي، ولو نام دلوقتي مش هيصحى غير بكره الظهر. لازم تلعبي لعبتك بكره الصبح بدري يا بطه. اطمن يا معلم. وقبل ما تطلع الشمس وحياتك. اسمع يا عويس. ايوه حدث المشكلة. بسطويس افندي في خطر، عصفور بيسأل عنه، لازم يرجع شغله لحسن يرفدوه. طب والعمل يا حضرة البشكات؟ ده لو اترفد يلوس. يعني هو لو اترفد مش هيلوس كتير، انما برضو انا لازم انفذ التعليمات. اسمع، انا مسافر. سافر ازاي يا حضرة البشكات؟ مين اللي هيفضل في الفرع؟ انا بس. يا ابني انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لازم اسلمه الانذار ده ويرجع في 48 ساعة. عصفور بيه مدير الفروع طلب كده. طب ما تبعت له جواب ولا تكلمه بالتليفون؟ الجواب هيتاخر واللوكاندا ما فيهاش تليفون. اسمع بس، انا هسافر بعد الظهر وبكره بالليل هكون هنا، يعني يوم واحد. وان حد سال عني يا عويس قول لهم راح كفر الشرقوه وراجع، مفهوم؟ اللي تشوفه يا حضره البشكات، اللي تشوفه هو كده. ودلوقتي سيبني افكر في الانذار اللي هكتبه البسطويسه فني. يا ترى الساعة كام دلوقتي؟ ما اشوف كده. الساعة 4. كويس اني صحيت دلوقتي. زمان بستويس في اعزها نومة. ما اشوف مفتاح اوضته فين. اهو كويس. ربنا يستر يا رب. معلم يا معلم. في مين 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 فين مين؟ انا بطة يا معلم. انا عارف انك بطة. تقولي يا مزاجك تتعبيني. لا صحيني من عز النوم عشان تقولي لي انا بطه. بس ما تزعقش ليه يصحى بستويس افندي. مسلم يصحى يا ستي، يعني خايفة على راحته قوي. الله، انت نسيت يا معلم ولا ايه؟ انا طالعه اشوف الفلوس. الله، طب ما تقولي كده من بدري. يا سلام، الواحد بقى بينسى بسرعه. اطلعي اطلعي يا ام بطه، انا قاعد هنا بقى مطرطق وداني، ما تخافيش. ربنا يستر. انا طالعه اهو. هو فين المفتاح؟ اهو كويس. ده نايم مش حاسس بحاجه ابدا. هي فين بدلته؟ اهي لازم الفلوس فيها. فين المحفظه؟ الله يا اختي، دي الجيوب كلها فاضيه. يعني الله، مين 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 ده؟ يمي يمي، مين اللي في الاوضه ده؟ يا خرابي اتكشف. مين؟ الحقوني يمي يمي. ايه بستويس افندي، ده انا بطه. بطه؟ ايه اللي جابك يا بطه؟ اصلي قلقت من النوم، قمت اطمن على اللوكانتا. لقيتك سايب الباب مفتوح فدخلت اشوف. سايب الباب مفتوح ازاي؟ ده انا قافله بايديا دي. ايه ابدا مفيش يا معلم، السيف بستويس نسي يقفل الاوضه بتاعته وانا ما نسيتش. الله، يا احنا هتبلع عليك. ما نسيتش ازاي؟ لازم تكون نسيت، ولا يمكن المفتاح ما دارش في القفل. انت لا مؤاخذه، اصلك امبارح كنت متقل قوي، كل ده من ينسوه. لكن بس طب معلش متشكرين، انام بقى شويه. يلا يا بط، سبع ولا ضبط؟ وحياتك فتشت البدله حته حته ما لقيتش فيها حاجه عجيبه. امال الراجل ده شايل فلوس فين؟ فين؟ ده انا عقلي هيفرقع يا خل. حاجه تجنن بصحيح، لا الفلوس في الشنطه ولا تحت البلاطه ولا في البدله. انا قلت لك ده راجل عجوز وكهين، ده مخ واسع قوي. صبرك بالله يا معلم، هو هيروح مننا فين؟ ايه يا خضر، عملت ايه؟ مش عارف الوحش اتاخر ليه، كان لازم يخطف بسطويس امبارح بالليل ويجيبه، ما جاش. ردك بقى من الكلام ده، الواد رجع البلد والعمليه خسرت. ازاي ده؟ ابن العمده رجع؟ ابو دمه زعلان قوي، قال لي انتم ضيعتوا الوقت وحسنين رجع لابوه. والله احنا معلش معلش، اما احتاج لك بقى هبقى ابعت لك يا خضري. معلش، مفيش اسمك تلو. مفيش
مفيش حل غير اللي بقولك عليه ده. وتفتكر اللعبه هتخش عليه؟ ضروري. اطلعي ولسه داخل يغني دلوقتي. حاضر. وهو مش ممكن نصبر اكتر من كده. يلا. حاضر انا طالعه اهو. نيل انا بطه. يا خبر اسود، هو البوليس رجع تاني ولا ايه؟ دقيقه واحده. استر استر يا رب. انت نمت يا سيفاستويسي؟ في حد معاكي؟ لا انا جايه لك لوحدي. الحمد لله. الله، مش تقول لي اتفضلي. اصلي اصل انا عاوزاك في حاجه مهمه. اتفضل. مش ترد الباب يا سيفاستويسي؟ ايوه بس يوه. بقول لك عاوزاك في كلمه سر، حاجه مهمه قوي. حاضر. اديني رديت اهو. كويس. انا بصراحة ناوية اسيب المعلم، تعبني قوي، ناوية اسيبه. تسيبيه؟ هو الحقيقة يعني مش ولا بد. ده تعبني قوي، انا غلبانة، انا محرومة من العطف، محرومة من الحنان. بس 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 بس. يا خبر يا خرابي. جوزي اروح فين كده يا بستويس؟ ضحكت عليا وضيعتني. يا خبر ابوك اسود، انا هقتلك، انا هشرب من دمك في عرضك. مش يا رقبتي، سيب رقبتي. لازم اشرب من دمك. بس 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 استنى بس افهمك يا اخ، هو ماله هيك زي الطور ليه؟ تشتم كمان تبخوت. اي اي الحقوني يا ناس الحقوني. اسمع تنطق، عاوز تفضحني يا كلب؟ عياني. يا ريتني ما سمعت كلامك يا بستويسي. كلام يا سيد تقول عدم المؤاخذة. لسه بتقول عدم المؤاخذة؟ وشرف للضحك. معلش يا معلم، معلش، حرام تقتله. سامعك بوداني بتقول لها سيبيه. قلت كده ولا لا؟ انا بعرض الدم. لا لا لا، السكينة ده معاه سكينة. الحقوني يا ناس، ده ماسك فاس. اخرس. عاوز تفضحني؟ شاهد على روحك. يا ناس شاهد على روحي ليه بس؟ ده انا لسه قدامي 80 يوم. حرام حرام تاخده. اخد ايه؟ عاوز تعوضني عن شرفي؟ كل الفلوس اللي معاك ما تكفنيش. انت معاك كام؟ انت قول. اديله اي مبلغ. اصر عليا يا بستويسي. يا ست، وانا عملت حاجه؟ مش انت اللي قلت لي اسيب المعلم؟ مش عاوز اسمع الكلام ده تاني. حاضر بستويسي، كفايه بقى. اديله يا بطاطس، اديله كلام الناس يا بطاطس. الكلام ده اللي عليه قدامي. اتشهد على روحي يا اخي. شاهد. ده بلاش الحكايه دي. اسمع، انا علشان خاطر الوليه الغلبانه دي انا هعاملك زي جنتلمان. قول لي انت عايز كام؟ 500 جنيه. 500 جنيه؟ ليه؟ عشان ايه؟ لا اقتلني، اقتلني احسن. اهو رقبتي اهي. يبقى ربنا مقدر اللي هيكون. انا هشرحكم انتوا الاثنين واروح اللومان. يا بستويس اعمل معروف، اديله 300 جنيه. كلام الناس يا بستويس. اديله 300 جنيه ليه؟ انا ميت ميت. وسمعتك يا بستويس تموت، وسمعتك وحشه يا بستويس، وانا عاوزني اموت مفضوح. بس زاد زاد. لا انا هحدي لك 100 جنيه بس، والله لو عملت مذبحه مدفع اكتر من 100 جنيه. اللهم اخزيك يا شطار. هو ده الكلام. نزل بقى السكينه دي وهدي نفسك، اعمل معروف. قالوا علشان تعرف تحد الفلوس. ودلوقتي انزل انت وهي تحت، وانا انزل لكم وراكم. نزل ورانا فين؟ انت عاوز تنط من الشباك؟ لا حدي، ده انا مفتح قوي يا راجل. هو بعد اللي حصل انا بقى فيا حيلة نط حتى من على الرصيف؟ سيبني الواحدة اشوف الفلوس هعدها وانزل لكم. وماله، يلا بينا يا معلم. يلا يلا يا ست. يا سلام، ده ربنا نجاني. انا مالي اقول لها سيبيه ولا خليه؟ لكن هي عاوزة تسيبه ليه؟ هي كانت بتقول ايه؟ انا محرومة من العطف، انا محتاجه للحنان. يا سلام، غلبانه بطه دي قوي، دي لازم بتحبني. يا اديله 100 جنيه واسيب اللقنطه دي. بس روح شوف ابويا العمده راح فين. حكيماني ناوي اروح له لما يبقى لوحده، احب على ايده واقول له خلاص تبت على مصر يا عمده. هروح وارجع لك في دقيقه. يا رب الحكايه دي تنتهي عشان اعرف اروح لعيالي. دي واحده يا سي حسنين. فالقلاذيق اللي ليل ونهار اديني ضحكت عليك وسربتك وعرفت اجيب اكله القطر. مفيش داعي لهدوم ولا شنطه لحسن يحسوا بي. انا اسافر الوقت في المفتخر الساعه 6 اكون عند بسطويسي.
بسطويسي اللي قاعد بيبعزق هناك جايلك جايلك يا بسطويسي. البشكاتي. بقول لك عصفور بيه زار الفرع فجأة وسأل عنك. سأل عني انا ليه؟ هو كان عمره شافني؟ هو انا قابلته ولا مرة يسأل عني ليه؟ يا سيد انت عارف عصفور بيه صعب قوي قد ايه. سألني فين الموظفين، فين بسطويسي، ما هو عارف اسمك من الكشوف. اه كده، لكن ده نصح قوي، ده اول مدير اشوفه بيقرا كويس. لا لا، ده عصفور بيه ده حاجة تانية خالص، ده موقف الشركة وفرحها على رجل. المهم سألني فين اللي اسمه بسطويسة فندي، قلت له مسافر. زعل قوي، قلت له يا بيدا مقدم طلب. اتنرفز يا خبر اسواح، عصفور بيه اتنرفز قوي. قال لي طلب ايه وكلام فاضي ايه، 3 اشهر يعني ايه، هو مسافر فين، اوروبا؟ قلت له لا، هو مسافر ابعد من كده. يبقى انت ولا مؤاخذة اللي بوسط الدنيا. يا حضرة البشكاتب، الراجل يقول لك هو مسافر اوروبا تقول له لا مسافر ابعد من كده، ابعد من اوروبا؟ ما انت عارف ان في مصر. يا سيدي انا قصدي على السفر الطويل، على الصحراء. الصحراء قصدك الحلم. بس والنبي يا حضرة البشكاتب، لحسن انا كل ما افتكر الحلم ده شعر راسي بيقب. المهم قال لي بعت له انذار لازم بسطويسي يرجع لعمله في 48 ساعة. ارجع لعملي في 48 ساعة ازاي بقى؟ ده انا فاضل لي في حياتي 70 يوم، ارجع ازاي؟ ده ظلم، ظلم والله من عصفور بيه. هنعمل ايه بس يا بسطويسي، حكم القوي على الضعيف. يا ناس، ده انا حالي بحلم وانت اللي مفسره. مش فاضل لي غير 70 يوم على وش الدنيا، يوم عصفور بيه يعمل فيا العملة دي، يديني انذار ليه بس ليه؟ تعرف يا بسطويسي، تعرف لولا خوفي انك تتوفى وانت واخد انذار ولا خاص كنت قلت لك ولا يهمك، لكن سمعتك بقى. طب واعمل ايه دلوقتي؟ دبرني يا حضرة البشكاتم، انا عاوز اروح الاخرى نضيف زي الصيني، لا انذار ولا خصم ولا حاجات من دي ابدا. خلاص يا بسطويسي ارجع شغلك بقى. ارجع ازاي؟ اسيب مصر ام الدنيا؟ اسيب الفراخ اللي بلهطها اليانسون؟ يا سلام يا حضرة البشكاتب، دي مصر فيها يانسون ايه يفرفشك ينحنشك؟ والعجيبة انهم في مصر هنا يحط اليانسون في ازازة، شفت كده؟ سمعت عن كده؟ لا ابدا. يا سلام يا سلام لو تيجي معايا النهارده بالليل افسحك حتة فسحة واشربك ينسون لحد ما تقول بس. مش ممكن، انا لازم اسافر دلوقتي، انا سايب الفرع لوحدي. يا راجل، طب خليك اقعد معانا. مين؟ انا بطة يا سيبستويسي. يا خبر زي بعضه، انت بطة؟ افتح يا سيبستويسي انا جايبه لك الشاي. لا مش ممكن افتح، اعملي معروف يا ست بعدي عني، انتوا مناوين ايه، تفلسوني ولا ايه؟ يا سيبستويسي ما تخافش. ايه الموضوع يا بسطويسة فندي، مش عايز تفتح للست ليه؟ افتح لها؟ هو انا اتجننت؟ ما تعلمتش؟ تعرف انا لو فتحت لها هدفع كام؟ 100 جنيه. ايه؟ ومين عارف يمكن عشان انت معايا كمان ادفع 200 جنيه. تدفعهم لمين؟ للمعلم، هي تخش من هنا وهو يروح رازع الباب من هنا. لا يا بطة ارجعي ارجعي، ابعتي حد تاني بالشاي، هي كلمتي الاخيرة. انا مش فاهم حاجة خالص، ده باين مصر غيرتك قوي يا بسطويسة فاني. امال الوقت يوريني الانذار ده وقول لي اعمل ايه، دبرني. رجوع البلد مانيش راجع الا قبل المقدر بيومين، دبرني يا حضرة البشكاتي. شو بقى ما اقولك يا بسطويسة. ايوه. انا عملت اللي علي. اسمع. ايوه. انا رأيي بصراحة كده انك تقابل عصفور بيه. اقابل عصفور بيه؟ تستسمحه، تترجاه، تفهمه انه املك الوحيد في الدنيا. املي في الدنيا؟ كلام ايه ده يا حضرة البشكاتب، انت مش عارف ان فاضل لي كام يوم في الدنيا؟ يا سيدي عارف عارف يا سيدي، قصدي تقول شوية كلام فاضي كده تاكل بيه عقله يسحب الانذار وتموت وملفك نظيف. وتفتكر يعمل كلام يا حضرة البشكاتب؟ هي محاولة، انت هتخسر ايه؟ بس ده ما يعرفنيش، ده عمره. فهمتك، قول له بس انا صراف الفرع هيفهم على طول، انت عارف طبعا هو بينزل فين، لوكندة العظماء، دي اكبر لوكندة في مصر، على النيل على طول. اروح اشوف عصفور بيه؟ اروح اكلمه؟ من عارف يمكن يعطف عليا ويسحب الانذار. مش معقول اموت يا ناس وملف مش نظيف، ده حرام والله يا حرام.
شايف مين اللي جاي هناك ده يا معلم؟ مين؟ بص ده حسنين. حسنين؟ هو ده اللي هيخلي بسطاويسي يقعد معانا. مين حسنين؟ ست بطه. ازيك يا ست بطه؟ ازيك يا معلم؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ايه كنت فين يا حسنين؟ لا والله شويه ظروف كده. امال فين بسطاويسي يا فندم؟ فوق كده. انا طالع له اهو يا بسطاويسي يا فندم. يا بسطاويسي يا فندم. يا حسنين انا جيت لك يا بسطاويسي. بسطاويسي مين؟ اذا كنت بطه ارجعي يا بطه ارجعي. انتوا ناويين تفلسوني ولا ايه؟ افتح يا بسطاويسي. يا حسنين. حسنين اهلا اهلا اهلا. دي واحده يا حسنين. اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحمد لله على السلامه يا حسنين. ازيك يا بسطاويسي يا فندم؟ وحشتي خالص. ايه بتبص على ايه؟ انت جاي من ايه؟ انا جاي من البلد. عجيبه. امال فين شنطتك وفين الثابت؟ انا ما جبتش حاجه معايا. انا هربت من ابويا وعلى القطر طوالي كده اهو. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كويس كويس قوي. انت جيت في وقت مناسب. انا خلاص انا خلاص هسيب اللوكانده دي. ايه تسيب اللوكانده دي ليه؟ أي. حصل ايه يا بسطاويسي؟ دي احسن لوكانده في البلد. قصدك اغلى لوكانده في البلد. اول الباب ما يخبط الزبون يدفع 100 جنيه. 100 جنيه؟ اه 100 جنيه يا عالم. ده انا كانت سرقان السكينه ومش حاسس. 100 جنيه يا خراب يا بسطاويسي يا خراب. 100 جنيه ليه ليه؟ هو انا بنكير يا حزنين. الله الله الله. هدي نفسك يا سي بسطاويسي. ده مش حال. هدي نفسك بس. قولي قولي ايه اللي حصل. قولي قولي. شوف يا زين. قاعد في حالي دخل البط. وبعدين؟ وبعدين قعدت تشتكي لي من المعلم. أيوة. وتقول لي انا غلبانه انا محرومه من العطف انا محرومه من الحنان. يا سلام ده شيء يقطع الان. صبرك بالله. اتأثرت انا كده زيك. وبعدين؟ وبعدين قالت لي انا عاوز اسيب المعلم ده تعبني تعبني قوي يا بسطاويسي. يا سلام ده شيء يقطع الان. صبرك بالله. ما انا اتأثرت كده زيك. ايه وبعدين؟ وبعدين قلت لها سيبيه. انا قلت الكلمه دي من هنا. ايوه. والباب راح مخلوع من هنا. إيه؟ ودخل المعلم ومعاه سكينه. يا لهوي. والله سكينه كان عاوز يدني يا حزنين. يا سلام ده شيء فظيع. صبرك بالله يا حزنين. قال لي وشرف يا بسطاويسي هقتلك واروح اللومان. ازاي الكلام ده؟ يروح اللومان ازاي؟ امال مين اللي هيمشي اللوكان؟ صبرك بالله صبرك بالله. من هنا لهنا يا سيدي اديته 100 جنيه تعويض. احسن حل. انا قلت يا واد ده لسه فاضل لك 70 يوم هتضيعهم ليه؟ فديته يا سيدي 100 جنيه تعويض. احسن حل. وبيني وبينك بقى انت اللي غلطان. انا اللي غلطان؟ ازاي بقى؟ انت عارف الستات عقلها صغير. ولما قالت لك اسيب المعلم كنت تقول لها لا مش توافقها. اكيد هو سمعك من ورا الباب. لا 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 انت يا بسطاويسي غلطان غلطان جدا. عايز تهدم بيوت الناس. الله الله. عايز تطربع عيش المعلم. الله الله. طب ده كويس والله انه قبل 100 جنيه. الله. يعني لو مطرحه مرضاش ولو بألف. خلاص ما دام انت شايف اني غلطان مش ضروري يا سيدي اللوكاند. الربوع للحق فاضيله. يا عم احنا هنسيبها ونروح فين؟ ده انا قضيت فيها سنين ودي احسن لوكاندا في البلد. انا بسطاويسي شندويلي عبد الله وجاي قبل عصفور بيه. ها عصفور بيه؟ اه جاي علشان اقابله في حاجه مهمه عاوزه فيها. عارف عارف يا بيه. حلوه دي. عارف ايه؟ عارف انه كتب لي جواب وعشان كده جاي له. ايوه بس عصفور بيه هيتاخر لبكره وسايب خبر لما خدرتك تيجي لازم تستناه. استناه لبكره؟ ايوه دي اوامر بيه. على كل حال الاوضه مهجوزه وادي المفتاح. اوضه ايه ومفتاح ايه؟ كلام ايه ده يا خواجع؟ دي اوامر عصفور بيه واحنا تحت امرك. اي طلب اي خدمه كله على حساب عصفور بيه. عجيبه. لازم عرف من البشكات بموضوع الحلم. عرف ان فاضل لي في الدنيا كم يوم قلبه حن عليا. قال لنفسه اريحه ابسطه. اكيد ده اللي حصل. اتفضل المفتاح يا بيه. بس انا طيب اروح اجيب الشنطه من لوكانده الحظ. لوكانده ايه؟ لوكانده الحظ في شارع كروت بيه بتاع البطه والمعلم. متاسف انا عمري ما سمعت على اللوكانده دي. مفيش لزوم للشنطه يا بيه. ازاي بقى هنام بالبدله يا خواجه؟ اوامر عصفور بيه تستناه هنا ما تتخرجش قبل ما يرجع.
احنا هنقوم بكل اللازم، كل شيء هيكون عندك، بيجامة، بشكير، شبشب، كل حاجة. دي تعليمات عصفور بيه. حسن حسن وصل البيل اوضة نمرة 48. حاضر، اتفضل وراي. يا سلام على الدنيا، يا سلام. الواحد لازم يكون متفائل، مين كان يصدق ان عصفور بيه هيسحب الانذار ويكرمني الكرم ده كله. الله يخليك يا عصفور بيه، الله يعمر بيتك. نورت يا حسنين. عاوز الحق، انا لولاك انت كنت طردت صاحبك ده من زمان. بس طويش يا فندي، ليه بس؟ ليه؟ راجل طيب وبصراحة كده فاضله في الدنيا دي 60 يوم. كلام ايه ده؟ هيروح فين بعد 60 يوم؟ الله، ما هباينة اهي، هيتجوز، هيخش دنيا تانية. وهيخش دنيا تانية صحيح، انما مش جواز يعني. يخص عليه، بعد السن ده ويهلس؟ جالي الكلام يا بطة، ده راجل فلاتي. الله الله الله، يا نهار اسود، مين اللي لازم التاكسي ده؟ ابويا العملي. الله الله الله، بتجري ليه يا حسنين؟ الله، حسنين، حصل ايه يا حسنين؟ اطلع انت اطمني على شنطه بسطويسه، لا تكون حركه، الاولاني السحب والتاني جري. يا حسنين استنى، استنى بس لما نشوف مين اللي جايين دول. يا خرابي، ده راجل وراه واحد معاه بندقيه. مساء الخير يا حضره. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مش هي دي برضه الكنده الحظ؟ ايوه فندم، اي خدمه؟ ايه، اوضه مفرد ولا مجوز؟ احنا بنسال عن حسنين رضوان. نازل هنا؟ ايوه نازل هنا كده. نازل لوحده؟ لا مؤاخذه، انا والده ومن حق اسال عليه. طبعا طبعا طبعا، هو نازل مع بسطويسي بيه. بسطويسي بيه؟ هو بقى في مصر بيه ولا ايه؟ ده حته صراف، لا هنا ولا هناك. جالي الكلام يا بطه. المهم اندهله وقول له ينزل، قول لابوك العمده تحت. العمده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حط العمده، اهلا وسهلا. بس يعني عدم المؤاخذه، حسنين مش هنا دلوقتي. ده كان واقف معانا هنا من دقيقه، بس انا ما لقيناهوش. جري جري. اه ايوه، يبقى لازم شافني وشاف الغفير. كل حال، هو هيروح منا فين؟ اتفضل استريح، اتفضل استريح. بس يعني عدم المؤاخذه، هو اصله بقى لما يعني بيخرج بيتاخر، بيجي نص الليل هو بسطويسي كده. والله عالي يا بسطويسي، جاي تفسد ابني على اخر الزمن، انا حوريك. اسمع يالا يا جمعه. نعم يا حضره العمد. حط الشنطه هنا. احنا هنروح فين بعد الوقت؟ شوف لنا يا معلم قطين، واحده مفرد لي ولقح البجم ده على اي سرير، انا مستنيهم. بس امن عليك، امن عليك، وقت ما يجوا تديني خبر وان كنت غفلت تصحيني. اطمن يا عمده. ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. اهلا وسهلا. اهلا، لا مؤاخذه، انا اتاخرت شويه عليك. العفو يا سعاده البيه، ده انا مش عارف اشكرك ازاي على الكرم ده كله والعطف ده كله. انت لسه شفت حاجه؟ أيوة. ان شاء الله بعدين هتكون مبسوط اكتر. قولي الاول، تشرب حاجه؟ ميرسي قوي يا سعاده البيه. دلوقتي قولي طلباتكم ايه؟ طلبات مين يا بيه؟ واحنا لينا بعد كده طلبات؟ ده مفيش احسن من كده. الله يخليك، الله يكرمك. مش فاهم انت قصدك ايه. هيكون قصدي ايه يعني؟ كل اللي يجي من سيادتك عال. كويس، يعني مفيش تحديد؟ تحديد؟ لا ده مفيش تحديد لاي حاجه يا فندم. كويس قوي، ده يسهل مهمتي مدام اي حاجه مقبوله. طبعا مقبوله يا فندم. يا سلام، مع الشكر يا فندم، مع الشكر يا عصفور بيه. خلاص، انا ابعت لكم العربيه 3 ايام ورا بعض، كل انواع قطع الغيار هتكون فيها، بس حسب الاتفاق، كاش اون دليفري. انا مش فاهم يا فندم. يا اخي دي كلمه بالانجليزي، انا اسف انك ما تعرفش لغه انجليزي، دي معناها الدفع عند التسليم. يا سلام، هو في دفع عند التسليم؟ ايوه. امال؟ عجيبه، انا كنت فاهم الواحد يدفع لما الباب ينفتح. يا سيدي ما تفرقش. على كل حال، احنا لازم نتعشى سوا، ونبقى بعد العشاء نتكلم سوا تاني في الموضوع. الموضوع؟ يا خبر زي بعضه، ده لسه هيتكلم في موضوع الانذار تاني. يا بي على ايه نتكلم تاني؟ ارجوك، الموضوع ده تعتبره بقى منتهي. اوكي، انما في شويه تفاصيل احب اتكلم فيها. أي. يعني قصدي الموضوع منتهي فعلا. أي. شويه تفاصيل ان كان على كده. معلش. طيب ننزل نشرب حاجه ونتعشى سوا؟ او يا فندم، بس حسنين. حسنين؟ حسنين مين ده؟ قريب يا فندم ولا مؤاخذه بيه يعني؟ لا مفيش حاجه، ماله قريبك يعني؟ اصله عيان وجاي مصر يخش المستشفى، قعد معايا في الاوضه.
جاك قال لي انه جاب لك سرير اضافي. لا 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 مش مهم، الفاتوره كلها عليا. الله يخليك يا بيه، الله يكرمك يا بيه. وعيان بايه؟ والله يا فندم هو لا مؤاخذه يعني مستهوي بس. يعني مفيش حاجه، خلاص خليه يجي يتعشى معانا. الله يكرمك يا بيه، كويس قوي كده، لحسن ده جاي لحس اللهلوبه دقيقه واحده لدهله. لا 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 مفيش داعي، اسمع انا هنزل صاله الاكل وانتم تنزلوا ورايا. حاضر يا بيه، السلام عليكم يا فندم. عجيبه، يعني عبدو بيه ملقاش حد يبعته غير القفل ده. المهم اتصل حالا بسميضة. جاك كلبي اطلب لي اسكندرية نمرة 151-617 حالا ارجوك. خادر يا بيه خادر. واسمع اكس ترابيزة للعشاء لثلاث انفار. خادر يا بيه. قولي مش في شوية مزيكا؟ لا يا بيه، لكن ممكن تتأسف في الكباريه تتفرج على البروجرام، في حاجات كويسة كتير. والله فكرة، اعجز ترابيزة في وسط البيست تلات انفار. خادر يا بي. واتصل بوضة 48 اللي جنبي. عارف يا بي. خليهم ينزلوا عندي بعد شوية، انا قاعد مستني المكالمة. خادر يا بي. يعني لا بسطاويس افندي ظهر ولا ابن حسنين. الساعة لسه 12 يا عمدة، دول في العادة يعني بيجوا الساعة 2 3 على وش الفجر كده. يا سلام، ليه بيعملوا ايه؟ اشتغلوا غفر في مصر؟ غفر دول بتفسحوا. ده بسطاويس قالوا انه جاي يمتع نفسه. جاي يمتع نفسه ويقتل ابني. يقتل ابنك ليه؟ دول حبايب قوي. طبعا ايه اللي حبايب؟ طب ده حسنين اول ما جه راح سائل عن بسطاويس على طول وطلع زي المجنون عليه. معلش قد انت قاعد مقانسنا يا عمدة، زمانهم جايين. يا ناري لو واحد منهم يظهر الوقت. عصفور بيه اسكندرية مع خدريتك. ميرسي. الو مين؟ صميضة. ايوه يا بيه، او امرك تلم البضاعة وتبعتها، كل يوم عربية. احنا هنحتاج كام؟ ثلاث عربيات يا بيه. خلاص زي ما قلت لك، كل يوم تحمل العربية وتبعتها. العنوان يا بيه؟ مالكش دعوة، العربية توصل جنب كوبري وانا هبعت المندوب ياخد السواق على المخازن. خلاص يا بيه، العربية الأولانية توصل الساعة 7 مساء بكرة إن شاء الله. همتك يا صميضة، مش عايز أي غلطة، أنت عارف أنا صعب في شغلي، أنا ما بحبش الهلس. مفهوم؟ اطمن. يا سلام، دي عملية فيها 30,000 جنيه، خطة إنما تمام. أنا لازم أبسط المندوب ده قوي عشان يروح كل يوم يستلم العربية ويوديها على المخازن بتاعتهم. ايه انت قريبه؟ ايوه بيه مار. اهلا وسهلا، لكن ده انت مش باين عليك عيان ولا حاجة، انت زي الحصان اهو. ده بس اول ما شاف سعادة خف على طول، وحياة ربنا انا مكشوف من كرمك وعطفك والله يا بيه. انت طبعا عارف حالتي، انما انا يعني جيت هنا في الحقيقة علشان. وماله يا اخي لما تيجي، الواحد لازم برضو يفكر في مصلحة نفسه كده ولا ايه؟ معلوم، اصله مش عايز حاجة تتحط في ملف. ملف ايه وكلام فاضي ايه؟ ده موضوع هينتهي ولا من شاف ولا من دري. الله يكرمك يا بيه. جارسون، شوف البهوات يشربوا ايه. اطلب لي واحد كونياك. لا لا لا، احنا قاعدين مع عصفور بيه عيب. الله، انتوا بتتوشوشوا على ايه؟ مكسوفين ولا ايه؟ اسمع، هات ازازة كونياك كبيرة. يعيش عصفور بيه. انا لو سمحت لي يا بيه ما بشربش. وده اسمه كلام، لازم تشرب. حاضر يا سعادة البيه، والله اخد جبل ينسون. ينسون؟ ينسون ايه يا راجل؟ باردون، واحنا ما عندناش ينسون. ازاي بقى؟ ينسون من اللي بتحطوه في الازازة. فهمت. والله دم خفيف. اسمع، هات ازازة زبيب. ازازة بحالها؟ لا ده كتير قوي يا بيه. ايه راسك خفيفة ولا ايه؟ لا مش قصدي. طب ده انا شربت 10 كوبايات ينسون، دفعت 3 جنيه. شو بقى سعادتك؟ لا 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 لا، ما يهمكش، يلا هات الطلبات. حاضر يا بيه. مش تقول له يجيب حاجة ناكلها؟
ده اني هعمل جوع. اخي استنى بس. ايه الله الله، انتوا بتتوشوشوا على ايه؟ مكسوفين ولا في ايه؟ لازم تقول. حاضر يا سعاده البيه، اصل ولا مؤاخذه يعني هفتن شويه. طبعا طبعا، العشاء جاي بعد شويه. انا موصلكم على ديك رومي. ديك رومي؟ يا سلام يا بيه. تعرف لو بسطويش عارف ان ده اللي هيحصل له كله كان جه من زمان. كل شيء باوانه. والان يبدا البرنامج الحافل، حيث نقدم لكم المونولوجيست الشهير الاستاذ برشامة. فاكر الاسم بس، انا بسطويش يا بري اللي بفعت له الانذار. انذار؟ ايوه. انذار ايه؟ الله، هو انت اللي؟ ايوه انا اللي. انا صرف الفرع يا بري. انا مش عارف اشكرك ازاي بي على كرمك وعطفك ولطفك. يا خبر زي بعضه. الله، ازاي حصل الكلام ده؟ اسمع. نعم. ارجوك تقوم معايا دي واحدة. اقوم معاك دي واحدة؟ على فين؟ لا ده انا حلوة قوي يا بسي. هو في احلى من كده؟ معلش خليك انت، انا لازم اتفاهم مع بسطويسي. يلا قدامي قدامي يا بسطويسي يا افندي. حاضر يا بي، تحت امرك يا بي. الله، هو ماله تحكر كده ليه؟ حصل ايه بس؟ ما احنا كنا قاعدين في امان الله. ياني ده كله مليانسون. ها انا تحت امرك يا بي. ايوه تعال هنا. حاضر يا بي. تعال نخش الصالة دي ما فيهاش حد. حاضر. اقفل الباب وراك. حاضر يا بي. قولي. نعم. انت مين بالظبط وجاي هنا ليه؟ جاي هنا ليه ازاي؟ مش عندك قلتلي خش هنا؟ اسمع ارجوك، انا مش عاوز استعباط، قولي الحقيقة، عاوز اعرف الحقيقة. حقيقة اني محبش الملف بتاعي يتوسخ، لازم ملف الموظف يبقى نضيف. يا خبر زي بعضه، ده باين عليه مكر قوي. اخش معاه في الموضوع على طول. اسمع يا بسطويش يا افندي. نعم. تاخد كام وتكتم السر؟ يا بي سري، دي حاجة بيني وبين سعادتك. كويس قوي، وانا من هنا ورايح هعتمد عليك. لما بضاعتي يا بي، انا مش فاهم حاجة ابدا يا بي. اسمع. نعم. بلاش لف ودوران، انا هديك 1000 جنيه. حلوي. بس اعمل معروف ولا كلمة. الموضوع ده لو انكشف هروح فداية، هروح اللومان. وهتروح اللومان ليه؟ الله، مش بضاعة الشركة وحبيعها مش دي جناية؟ ولا جناية ولا حاجة، مدام هتورد الفلوس. طبعا هوردهم. ها؟ مدام قلتلك هديك 1000 جنيه، يعني هديك 1000 جنيه. 1000 جنيه مرة واحدة؟ يا سلام، هنا في حلم ولا في حلم؟ صباح الخير يا معلم. اهلا وسهلا. صباح الخير يا ست. يسعد صباحك يا عمدة. اهلا وسهلا. اهلا. بسطويسي وحسنين جم، انا اصلا امبارح طلعت نمت بدري. ولا بال لهم اثر. يعني خايف لا يكون هتخاف. من ايه يا عمدة؟ يمكن هيصوا في حتة وباتوا فيها. حتة؟ حتة ايه يا ست؟ الله 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 الله، افتكرت دلوقتي. حسنين قال لي ان بسطويسي راح لكندة العظماء. لكندة العظماء دي فيه؟ انا معرفاش، انا بقى فيه اللي يدلك يا عمدة. واد يا جمعة. ايوه حضرة العمدة. شوف لنا تاكسي يا ولا نروح على لكندة العظماء. عارف. اما شوف حكاية بسطويسي ده. يلا يا ولا. اهلا وسهلا يا عبدو بيه. انا متاسف اني رجعت مندوبك. ايه اللي حصل يا عصفور بيه؟ انت لغيت العمليه ولا ايه؟ والله يا عبدو بيه انا مش عارف اقول لك ايه. الظاهر العمليه مش هتتم. ازاي بقى؟ هو ده معقول؟ مع تحيات صباح. اهو شايف الواد المعصعص ده؟ اهو ده ابن العمده
واللي وراه ده الغفير. ولا يهمك. انا ماشي، عاوز اسمع الطلقه وراي. اتكل على الله. وقت بيتكلم مع الوليه وجوزها صاحب اللوكامبه، واول ما هيتعدل هطخه. بتقول ايه يا حسنين؟ طب ما دام العمدة قاعد في مصر هياخد شنطته ليه؟ الملعون بسطويسي هو اللي قال له يسيبنا. طيب وانت يا حسنين تروح معاهم لقندة العظماء ليه؟ والله ان كان علياني عاوز اقعد هنا على طول. هو معقول هاخد حريتي مع ابوي؟ انما هعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف يا بط. خلاص انا هطلع لك الحساب حالا، تدفع وتستلم الشنط. يا لهوي يا خرابي، الرصاصه صابتني. خش المعلم انصاف يا خرابي. خش 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 هو يا حسنين، ده انت المقصود. انا المقصود؟ يا نهار اسود. سلامتك يا معلم. يا ناس الحقونا بالاسعاف. البوليس المعلم انصاف يا اخواني. يا معلم ما تخافيش يا بطه، الرصاصه جت في كتفي. انما مين اللي عمل العامله دي؟ ده ابو دومه كان عاوز يقتل حسنين، اصله بينه وبين ابوه طار. ادي اللي نابنا من حسنين وبسطويس. انده الاسعاف يا بطه. يا استاذ بسطويسي، انا بعت لك عشان اشوف نهايه الموضوع ده ايه. موضوع ايه يا بيه؟ انت مش خلاص تبت؟ طبعا تبت، تبت على ايديك يا بسطويسي. انا بتكلم على موضوع تاني. هفضل ليه امتى مسجون هنا في اللوكندا؟ يا سلام بقى، لوكندا العظماء دي حد يسميها سجن؟ ازاي بقى، دي جنة يا عصفور بيه. يعني انت دلوقتي من عصافير الجنة؟ حلوة دي مش كده؟ انا بصراحة ما اقدرش على المصاريف دي كلها. مصاريف ايه ده يا دوبك انا وحسنين والعمدة والغفير عندك نوم 20 جنيه بس. ايه كتير؟ طبعا كتير، ثم لا مؤاخذة فاتورة الأكل ب50 جنيه في ليلة واحدة. ده أنت تحمد ربنا يا بيه، ده من يوم العمدة بشرف بطلنا اليانسون. لا اعمل معروف، شوف حل. أولا الولد الغفير ده ينام ليه؟ مش بتقول ده حرس؟ ده يفضل صاحي طول الليل ونخصم أجرة نومه. هنشوف. على كل حال اطمن يا بيه، اطمن يا عصفور بيه. أنا عاوز أرجع شغلي. انهي شغل؟ الشغل اياه يا سيدي، ما قلنا تبنا. طيب كويس، وتسحب الانذار؟ الانذار ما انا سحبته كده. كويس، اطمن اطمن يا عصفور بيه. بس لو سمحت، لو كنت عاوزني اسيبك ترجع شغلك تكتب لي ورقة صغيرة. ورقة صغيرة؟ انا ما اقدرش اكتب حاجة ابدا. ورقة صغيرة قوي قوي. اقول فيها ايه؟ شوف بقى يا سيدي، انا هقول لك على كل حاجة. بقى انا طول عمري نفسي ابقى مدير. انت؟ وبعدين؟ وبعدين ترقيني، تصدر امر تخليني مدير في الشركة. ازاي الكلام ده؟ راجل امي زيك يبقى مدير ازاي؟ الله 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 الله، انت هتشتم؟ انت نسيت اللي حصل يا عصفور بيه؟ انت عاوزني اشهد عليك؟ انا مش قادر افهمك ابدا. في حد يرفض الفلوس يوقف العملية عشان يترقى؟ هو ده طلبي. وحب اقولك الترقية ملهاش علاقة اطلاقا بالعملية. انت مش تبت يا سيدي؟ ما قلنا تبنا، انما عشان ايه بقى ارقيك؟ قولي. يا بيه اصلا انا فاضل لي 50 يوم على وش الدنيا. عاوز اروح الاخرى مترقي، يا دوبك هستلم يومين بس. يا بيه والنبي ترقيني. كلام ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة ابدا، انت هتجنني. انا ابدا، انتم اللي هتجننوني هتجننوني. انا هقولك على الموضوع من اوله، من طقطق لسلام عليكم. يا سعادة البيه، لازم تشوف خل دي لوكاندا كبير مش معقول ابدا كل الزباين تلاقي الاوض مسروقه. فعلا مش معقول. انا عندي لحد دلوقتي 10 بلاغات، وريني كشف النزلاء. اتفضل يا سعادة البيه اتفضل. ايوه، مين ده؟ ده رشدي حسن، دي بطل ملاكمة. ايوه، وده؟ ده اسمه البسطويسي. بسطويسي بيشتغل ايه ده؟ دي واخد صراف يا بيه. صراف؟ وايه اللي نزله هنا؟ على كل حال احنا هنشوف،
لازم نوصل للي بيسرق اوض الزباين، لازم نوصل. انا هعمل تحرياتي وحاطط مراقبه. اللي تشوفه يا سعاده البي. اطمن، الحرامي لازم يقع في ايدنا. طبعا طبعا يا بي، انا لازم نشوفه خالا، لازم انبهه. اسمع يا سعاده. نعم يا بي. طبعا انت ما تعرفيش انا مين، وده مش مهم. انا جاي اسالك سؤال واحد، عاوزه تكسبي 1000 جنيه؟ 1000 جنيه قوي. عارفه بسطويسي؟ ده راجل لطيف قوي. مش زي ما انت عارفه. اسمعي، انا عاوز حاجه بسيطه خالص. الفلوس اللي معاه يصرفها. ده باين معاه كتير. مش زي ما انت عارفه، هو الاكل والشرب مش هيضيع فلوسه. انت عارفه في حاجات تانية تطير الفلوس. القمار، السبق. يلا شد حيلك، ولما تشطبي عليه هديلك 1000 جنيه، وتاكدي ان هنفذ كلامي. وانا اللي ضمان لي كلمتي. ثم لا مؤاخذه، انت هتخسري ايه؟ ما انت هتصرفي الفلوس معاه. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا سونيا، انا هقول لك حكايته. رشدي. ايوه يا شاك، في حاجه؟ في مصيبه. خدرة الزابط بيسال عنك. سال عني؟ ايوه. عني انا شخصيا؟ ايوه. قلت له ايه؟ قلت له دي واخد ملاكم، مش ممكن ابدا يكون بيسرق الزباين. وبعدين يا شاك؟ انا رايي توقف الشغل شويه، لاحسن بعدين نقع في ايد البوليس. ولا يهمك، محدش هيشك فيا، انا ملاكم معروف وبلبس جوانتي في ايديا، يعني مفيش اي بصمات. المهم الزابط قال ايه كمان؟ سال عن بستاميسي. الراجل ده تعبني، ده لازق لسونيا ليل ونهار. رشدي، سونيا هي اللي ماسكه فيه. ايه، في شويه غيره ولا ايه؟ انا بحب سونيا يا جاك، وشايف اني لازم اشوف حل للموضوع ده. سيداتي انساتي سادتي، تسمعون الان اغنيه للمطرب الشهير والفنان الكبير الاستاذ برشامه. ايه يا سونيا؟ بقول لك انا تعبانه قوي من رشدي، انا غلبانه، محتاجه للعطف، محتاجه للحنان. يا نهار زي بعضه، هو انت كمان محتاجه للعطف، محتاجه للحنان؟ الله، هو رشدي زي المعلم؟ مش فاهمه قصدك ايه. بعدين اقول لك، عارفه انا كسبان من السبق كام امبارح؟ 1000 جنيه. والعجيبه، ان رهنت على حصان كحيان وعيان. بونجور يا سوني. بونجور يا سيدي. نعم، اي خدمه؟ لا، ده انت زودتها قوي. اسمع يا جاك. ايوه. تعال فوق دي. خادر، انا جاي وراك. ايه في ايه؟ في اخبار جديده من البوليس؟ لا مفيش، لكن كل المخبرين موجودين في كل اللوكان ده، خصوصا بالليل. طيب الليله دي الاوضه بتاعتي انا وسونيا هي اللي هتنسرق. ايه دي كلام؟ ايه دي؟ دي نكته دي ولا ايه؟ في حد بيسرق نفسه؟ اسمع الكلام، بلغ الضابط والمخبرين، قول لهم ياخدوا بالهم من الاوضه بتاعتي بالليل. اللي تشوفه، لكن يعني زي ما بقول لك، انا هضرب عصفورين بحجر واحد. واسمع يا جاك. ايوه خادر. نعم. نعم يا رشدي بيه. اديني ورقه وقلم. حاضر يا بيه، اتفضل. الجواب ده تبعتيه للاستاذ بسطويسي. مين ده يا بيه؟ الراجل العجوز اللي قاعد مع سوني. حاضر يا بيه، حالا. لا، تودهوله في اوضته فوق، اوضه 48، ترميه من تحت عقب الباب، مفهوم؟ حاضر يا بيه. خدي ده بقشيش عشانك. ميرسي. اما حكايه عجيبه، الراجل قاعد قدامي، يبقى ايه معنى الحكايه دي؟ وانا مالي. اسمع يا اخ. نعم يا بي. انت ما شفتش الست سونيا؟ لا والله يا بي. عجيبه، دي كانت لسه قاعده جنبي من شويه. خرجت يا بي. خرجت ازاي من غير ما تقول لي؟ اما اروح اشوف.
يا خواجه جاك يا خواجه جاك، هي الست راحت فين؟ اه الست سونيا طلت الاوضه بتاعتها علشان تستريح شويه. اه كده، طيب انا طالع استريح شويه كمان. الله، ايه ده؟ ايه اللي تحت عتبه الباب دي؟ جواب؟ الله، ده باسمي. اما اشوف في ايه؟ يا خبر زي بعضه، مش معقول. طويسي حبسني رشدي في الغرفه معاه، لا استطيع الخروج، كرهت حياتي معاه. بعد ما عرفت عطفك وزرفك قررت الفرار نهائيا من رشدي. ارجوك انقذني، ان الباب مغلق، تعال من النافذه وانقذني يا ملاك الحارس. يحبسها المجرم؟ لا، انا لازم انقذها، بس ازاي اطلع على المواسير واخش من الشباك؟ يا سلام، انا شفت مره روايه في السيمه. انا بقيت بطل وحنقذك يا سونيا، انا جاي. ايه رشدي مالك؟ تعبان، تعبان قوي يا سونيا. اجيب لك دكتور؟ لا لا، مفيش داعي، ان كنت متضايقه من القعده في الاوضه. لا ابدا، انا قاعده جنبك مش مهم. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه بقت 12. 12؟ ياه، ده لسه بدري. لسه بدري على ايه؟ يعني قصدي ممكن تنزلي تتفرجي على الكباريه تحت؟ لا مش ممكن اسيبك. انا حران، حران قوي. افتحي الشباك يا سونيا. حاضر. حق لو جه بسطويسي ابقى خلصت منه وبعدت كل الشكوك عني. يا سلام، عصفورين بحجر واحد بس يجي. الله، انت بتكلم نفسك؟ انت لازم عندك حمى. عندي حمى فعلا. انما كمان ساعتين هتروح، هخف خالص يا سونيا. اسمع يا ابراهيم. ايوه يا فندم. انا جات لي اخباريه بالتليفون ان حرامي القندة العظماء هيطب الليله دي. اوامرك يا فندم. خدوا بالكم من الاوضه 17. حاضر. هو ناوي يسرقها الليله. انا عاوزه متلبس، تسيبوه لحد ما يتمسك جوه الاوضه، مفهوم؟ ايوه يا فندم. وزع رجالتك كويس في المدخل على السطح ومن ورا اللوكندا، اوعوا من الحرامي يحس بحاجه. حاضر. انا عاوزه متلبس. كان دلوقتي الساعة 3، كويس قوي، زمان رشدي نام. لكن سونيا ليه ما تسحبش دلوقتي وتفتح الباب وتهرب؟ مش ده اسهل يا ناس، بدل ما اطلع على المواسير. لكن مين عارف، ده رشدي مجرم، لازم قفل الباب وخد المفتاح. اما اقوم اشوف شغلي. ايوه، الف احسن من ورا. الله، مين اللي بيخبط دلوقتي؟ سونيا، شوفي مين. دقيقة واحدة. باردون، انا بوليس. بوليس؟ نعم، في ايه؟ يا هانم، احنا عندنا اخبارية ان الاوضة دي هتتسرق الليلة. تتسرق؟ ايوه، في حرامي مشطب على اللوكندا النهاردة، هيسرقكم. يا نهار زي بعضه. ما تخافيش، انا مش هعطلكوا كتير. هو زمانه جاي، الرجالة بتوعي ادوني اشارة انه بيلف نص ساعة حوالين اللوكندا. وبعدين؟ انا هستخبى هنا، اول ما يجي جوه الاوضه همسكه على طول. استخبى فين؟ ايوه، احسن حته هنا تحت السرير. دلوقتي ارجوكم تسكتوا، مش عاوز اي صوت. انا خايفه قوي يا رشدي، خايفه. تخافي ازاي؟ البوليس معانا. لا مؤاخذه، اسمحوا لي احط النور واستخبى. ايوه، اطلع على المواسير دي، هي المسافه قريبه، انما المهم ما غلطش في الاوضه. 1 2، ايوه هي دي بالظبط. اما اطلع بقى محدش شايفني. ياه، ده حكايه المواسير دي متعبه قوي، ربنا يكون في عون الحراميه. بس انا سامع حركه. الشباك مفتوح كويس. يا خبر زي بعضه، ده بنطلون اتقطع. اخش بقى بشويش. يا خبر، دي الدنيا كحل. امال فين سونيا؟ لازم كبس عليها النوم.
بلاش اندهنها عشان حد يصحى، اصفر احسن. الله، يعني محدش رد، غريبة. اقف عندك، يا نهار اوعى تتحرك يا حسام، ضربك بالنار. انا باني غلطت في الاوضه. انا ما غلطتش ولا حاجه. بس طويل، ارفع ايدك لفوق. انا مش فاهم. لو سمحت، انا اللي فاهم قدامي. انت مدوخنا بقالك شهر دلوقتي. مدوخ مين يا اخ؟ ده انا اللي دايخ دلوقتي. بقى كنت ناوي تسرعنا يا سي بسطويسي. اخرس، انا مش حرامي. سوني عارفة انا جاي هنا ليه. مفيش داعي للكلام ده دلوقتي. اتفضل معايا. على الاسم، انت مضبوط متلبس. تلبس بيه يا بيه؟ ده انا جاي اخدم يا بيه. اهلا وسهلا يا حضرة بشكاتب. اهلا بيك يا حضرة العمدة. انا جاي اطمن على حسنين يا عمدة. لا المرة دي اطمن. انا مسلسله في دوار. مسلسله؟ يومان ابني بقى وانا حر فيه. ما هو مدام بسطويسي في مصر ما اطمنش اسيب حسنين لحظة واحدة. انا عارف ايه اللي جرى البسطويسي دي. ما كان طول عمره عايش هنا في حاله. حد يبقى في السن دي ويعمل العمايل دي؟ ده الواحد لما يكبر يعقل ويقول يلا حسن الختام. كلامك مظبوط يا حضرة العمدة، والحقيقة انه صعبان عليا، وخصوصا انا عارف انه ما فضلوش كتير على وش الدنيا. كان واجب انك تعقله وتهديه، مش تسيبه يتصرمح. ده قاعد في مصر يلعب قمار وسبق ويشرب ينسون. لا وصولك تعقله وتهديه يا حضرة بشكاتي. انا فعلا والله حضرة العمدة ضميري تعبني، انا لازم اسافر اكلمه. هو طبعا لسه قاعد في القمدة العظمة. سافر يمكن يرجع يشوف شغله. يا سعادة البي، انا مظلوم، انا بريء يا بيه. هدي نفسك وجاوبني على سؤالي. حاضر. ايه اللي دخلك الاوضه دي من الشباك وفي الفجر؟ يا بيه ما تحرجنيش، انا راجل جنتلمان، ما اقدرش اتكلم في اسرار. انت باين عليك مجنون، انت متهم بالسرقه ولازم تقول دفاع. يا بيه ما اقدرش. خلاص يا عسكري، خدوه على السجن. لا بلاش حكاية السجن دي. بس يعني ارجوك الكلام اللي هقوله ما يطلعش بره. رشدي ده شراني ويأذي سونيا. اسمع، اتكلم على مهلك وبالتفصيل. يا بيه، انا فاضلي في الدنيا 30 يوم بس، وجاي مصر امتع نفسي، وتعرفت على سونيا بنت غلبانة، بعدت لي جواب قالت لي رشدي حبسني في الاوضه، تعال انقذني. طبعا انا راجل جنتلمان، ست محبوسة، اعمل ايه؟ قلت لازم انقذها. طلعت على المواسير ودخلت الاوضه، بصيت لقيت اللي بيقول لي اوعى تتحرك لضربك بالنار. لا، دي حدوته حلوه خالص. طب قول لي، نعم، فين الجواب اللي بتقول عليه؟ الجواب قطعته يا بيه. هو معقول اخليه معايا؟ قطعته حتت يا بيه، امال اخليه معايا ازاي؟ بس دي اسرار يا بيه. اسرار؟ كلام ايه ده؟ ده انت شخصيه عجيبه خالص. الست سونيا وصلت يا بيه. قول لها تخش وخد لفندي ده معاك. حاضر. هياخدوني فين يا بيه؟ انا قلت الحقيقه يا بيه، مش كفايه رجلي اتسلكت من المواسير يا بيه؟ بس تعالى معايا. يلا قدامي، خش يا ست سونيا. نعم يا بيه. اسمك؟ سونيا حسني. ايه اللي شفتيه؟ مفيش، البوليس جه واستخبى وقال ان الاوضه هتتسرق، وبعدين دخل بسطويسي بالشباك. بسطويسي؟ ايوه. انت تعرف المتهم؟ ايوه يا بيه، والحقيقه انا مستغربه قوي، مش مصدقه ان بسطويسي اتهموا بالسرقه. تفتكري انه كان جاي لحاجه تانية؟ حاجه تانية؟ زي ايه يا بيه؟ انت بعتي للمتهم جواب؟ جواب؟ لا يا بيه. المتهم بيقول انك بعتي له جواب، عاوزاه ينقذك من رشدي. لا يا بيه، ما حصلش كده. ابراهيم. ايوه يا فندم. هات بسطويسي من بره. حاضر يا فندم. ايوه يا بيه. سونيا. ازيك يا سونيا. ازيك يا بسطويسي. ايه رايك يا بسطويسي؟ سونيا بتقول انها ما بعتتلكش جوابات. مكسوفه يا بيه، دي حرمه برضو يا بيه. مكسوفه ايه؟ ده تحقيق. انت بعتي يا سونيا جوابات لبسطويسي؟ لا يا بيه. يا سونيا، انا في موقف حرج، عاوزاه يطلعني كذاب. انت مش بعت جواب وقلتي لي تعالى انقذني يا بسطويسي؟ ما حصلش. يا نهار زي بعضه، اللي يصدق الستات ده يروح في مصيبه. المرة الأولانية صدقت بطة وهي بتقولي أنا غلبانة، أنا محتاجة للعطف، ودفعت 100 جنيه، والمرة دي طلعت على المواسير واتقفشت. خلاص، التحقيق انتهى، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام ويراعى التجديد. يا خرابي، بقى متع نفسي في مصر، أروح السجن مرتين، أنا كان مالي ومال الفكرة الهباب دي. الله يجازيك يا حسنين.
لي يا أخ. نعم. أنت بتسرق في أنهي حتة؟ أسرق إيه؟ أنا مش حرام يا حضرت. حلوة دي. أمال جابوك هنا ليه؟ ما هو ده الغلط، أنا بريء. كل واحد بيقول كده. قول لي بس سرقت إيه؟ بسطويسي شندويلي عبد الله. أنا أهو. تعالى معايا. الحمد لله. اجيب هدومي معايا؟ خلي هدومك عندك وتعالى ورايا. يا خبر زي بعضه، يا ترى في ايه تاني؟ تعالى بس، في واحد جاي يزورك. يزورني؟ الله، مين؟ حضرة البشكاتب؟ ايه يا معلم، لقيت العمده؟ ابدا، قالوا لي ساب اللوكندا وسافر هو وابنه. سافرهم؟ يا خساره. وبستويس ما شفتوش؟ خلاص بقى، عوضي على الله في الرصاصه اللي جت في كتفي. يا سيدي، كفايه المجن اللي احنا لهفناه. يا سلام، انا بنبسط قوي، بنطرب قوي لما افتكر بستويسي ساعه ما كنت ماسك له السكينه. الله، بص يا معلم، شوف مين اللي جاي ده. انا بتهيألي شفته قبل كده. مين؟ سلام عليكم. انت مش فاكرني يا معلم؟ والله يا حضرة الواحد الايام دي يعني دماغه كده. انا البشكاتب، زميل بسطويسي. افتكرت. ازايك؟ الله يسلمك يا ست. انا بصراحة هقعد عندكم يومين. اهلا وسهلا. اهلا، عندنا قوط شرحة قوي وفي اول دور. يا ستي اي حاجة، انا بصراحة قاعد عشان اساعد بسطويسي، اصل وقع في مشكلة صعبة قوي. تاني؟ هو ايه كله مشاكل كده؟ حصل ايه؟ لا 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 معلش، مش وقته. المهم دلوقتي، المهم تعرفش يا معلم محامي قوي؟ انا عندي محامي شطر قوي قوي. اسمه ايه؟ الاستاذ لخرس. لخرس؟ ده اسمه كده بس، انما في المحكمة لبلب، ده ياما طلعني من قواضي. طب لو سمحت نروح له بعد الظهر سوا. تحت امرك. ده بخصوص بسطويسي برضو؟ ايوه. الله، وقعت يا بسطويسي. اتفضل اتفضل، اوريك اوضتك. ميرسي. اقول ايه، ان كان معاك فلوس حطها في الامانات احسن. لا معلش، الحكايه ما تستاهلش. انا مش فاهم، هم بيخافوا يحطوا الفلوس هنا ليه؟ دي اسمها امانات يا خلق، امانات. تعرف يا روزي، انا بفكر في مين دلوقتي؟ في بسطويسي. الله يقطعه. انا قلبي حاسس ان الراجل ده بريء. بريء؟ دول مسكوه في الاوضه يا سونيا. قلت مين؟ مستر جاك عاوزك دقيقه كده. طيب لا مؤاخذه يا سونيا. ايوه يا شيخ. اسمع، اوضه 37 فيها واخد مهرجه هندي. مهرجه وهندي؟ ايوه، خجز الاوضه دي النهارده ونايم لوحده. يا سلام، هزوره ضروري، هزوره. اسمع، جلابة كبيرة عوي، خد بالك. هو البوليس مش مشي؟ طبعا مشي وما بستبيسي. اما كانت فكرة تمام يا رشدي. امال، ودلوقتي بقى سيبنا فكر في موضوع المهرج. بسطويسي شندويلي عبد الله. موجود يا بيه. تعالى معايا. الحمد لله. اجيب هدومي معايا؟ خلي هدومك عندك، تعالى. حاضر حاضر حاضر. اهو. انت بسطويسي شندويلي عبد الله؟ انا يا بيه. اعمل معروف، خلصني من هنا يا بيه. ده انا فاضل لي 25 يوم بس. 25 يوم بس؟ على ايه؟ قولي قولي، انا المحامي بتاعك. انت المحامي؟ ايوه. كويس قوي، خلصني من هنا علشان اسافر واندفن في بلدي يا بيه. مش فاهم. زي ما بقولك كده، مش حضرة البشكاتب قالك ثلاث شجرات؟ ثلاث شجرات يعني ثلاث شهور، وبعدها الصحراء. 20 ديب يا بيه حياكلوني حيرموني. وبعد 25 يوم بالظبط. الله 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 الله، ده مسكين خالص، ده قواه العقليه مختله. انا لازم ادخله المستشفى وبكره اطلعه من القضيه. قلت ايه يا بيه؟ طمني يا بيه. ما تخافش ما تخافش، انا المعلم موصيني عليك. معلم؟ معلم مين يا مس؟ صاحب لوكندره الحظ
جالي هو والبشكاتب بتاعك. الله يكرمهم ويخليهم. يا سلام، انا ما كنتش هصدق ابدا ان المعلم طيب كده. يا سلام، وشرف لازوره هو وبطه قبل ما سافر واندفن. الله الله الله، ده رجع يلخبط تاني. طيب انا هسيبك دلوقتي يا بسطويسي وهشوف اللازم. شوف يا بيه اللازم وبسرعه اعمل معروف، انا تعبان يا بيه. انا متاكد انك تعبان، والحمد لله تعبك ده هو اللي هيخلصك. سعيده سعيده يا بسطويسي. مع السلامه يا متر. عملتم ايه؟ الحمد لله، اتفقنا مع المحامي وراح يشوف بسطويسي دلوقتي. اطمن، الاستاذ ده جبار، ده معجزة. ايه على الله، يعني لو كان بسطويسي قاعد عندنا مش كان احسن؟ انت عايز الحقيقة؟ هو لو كان قاعد في بلده كان احسن، ده راجل كبير وعمره ما جه مصر. انا زعلان عليه قوي. يا سيدي هتزعل عليه، مسيره ويخرج. اصلا انا المسؤول يا معلم عن كل اللي حصل له ده. لكن اعمل ايه، كان لازم افسر له الحلم. انا اصلي راجل ملتزم. إيه؟ حلم؟ حلم ايه؟ ايه دي حكاية طويلة، مش وقته. مطلع السريح. سعيدة سعيدة، اللي قولي يا معلم، الراجل ده ما معهوش فلوس زي بسطويسي ده؟ ده ايحة، ده كان هيستلف مني. يستلف منك انت؟ لا ده ما ينفعناش خالص. انا كنت فاكرة ان معاه حاجة، كنا لعبنا عليه اللعبة اياها. اخ انا مش غيظني غير العمدة، السبب في ضرب بالرصاص وسافر. من عارف، يمكن حسنين يهرب منه تاني. الله، مين اللي جاي ده؟ ده كاتب المحامي. مساء الخير يا معلم. اهلا وسهلا، انا جاي من طرف الاستاذ عشان اقول لك بسطويسي حولوه على المستشفى. مستشفى ايه؟ مستشفى الامراض العقلية. لا حول ولا قوة الا بالله، الرجل اتجنن. ولا اتجنن ولا حاجة، انت عارف حيل الاستاذ ده، تعب قوي عقبال ما وداه السرايا الصفراء. الله يكرمه، وده عشمنا فيه. لازم يخدم بسطويسي قوي. لقولي ممكن نزوره؟ طبعا. خلاص واجب نروح له. سلام على الدنيا يا ناس، بسطويسي اتجنن. صعب ولا دابة؟ المهراجة، المهراجة كان حاطط المفتاح في القفل. اخس على كده. وبعدين؟ ولا يهمك، الليلة دي هشطب عليه. يلا سد خيلك. تعرف انا مستعرب من حاجة يا روز دي. المهراجة دي ازاي بقى؟ زي ما كده. استنى هو جاي اهو. صيب صباح نور. وحياتك، ان حد سأل عني قول لهم انا رايح للاستوديو. غادر صيب بيتكلم ازاي؟ فعلا يمكن عاش في مصر شوية. على كل حال انا مالي، يعرف عربي ولا فرنجي، المهم اشطب عليه. بس الحقيقة انا فاكر شفت الوش ده قبل كده. هو اسمه ايه يا سيدي؟ مرديس يكتب اسمه، قال مش عاوز حد يعرف انه هنا. في ناس كتير تحب كده. المهم ان احنا عارفين. فين بسطويسي شندويلي؟ النيابة بعتاني اكشف على عقله. حاضر يا بيه. لبسوه القميص لحسن يتهيج. لبسناه يا بيه. تعال يا بسطويسي. ايه؟ تعال. ايه؟ انا مش فاهم ايه الحكاية دي؟ ايه اللي لابسه ده يا ناس؟ انا فين بس قولولي؟ هدي نفسك هدي نفسك. ريلاكس ريلاكس. انا مش فاهم حكاية ريلاكس دي. ده باين على رخر مجنون. بتقول ايه يا جدع؟ لا مفيش يا بيه مفيش. كل سؤال اقوله ترد عليه، مفهوم؟ مفهوم يا بيه. قولي. نعم. النهاردة ايه؟ يوم ايه؟ النهاردة؟ النهاردة يوم ما شفت ازايه. كويس قوي. اهو. انت جيت مصر ليه؟ جيت مصر ليه؟ جيت امتع نفسي واسحب الانذار. لازم ملفي يبقى نضيف يرضيك يا بيه. اروح الاخرة وانا في ملفي فيه انذار. كويس قوي. انت بتشتغل صراف؟ كنت يا بيه، كنت صراف قبل الحلم.
لكن انا دلوقتي مدير عصفور بيه رقاني. يا سلام. طبعا بقيت مدير. طبعا. عصفور بيه ده يعني رقاك من صراف لمدير. يا به البركة بقى في العربيات اللي كانت هتنقل البضاعة. كفاية كده خدوه. على فين يا بيه؟ يا ناس هو مفيش رحمة. تعالى. عاوز امتع نفسي. انا جاي امتع نفسي. يجرالي كل ده. تعالى. ليه بس يا ناس؟ ده مش معقول. ده مش معقول. بس يا بيه. حرام يا بيه. بس يا بسطويسي بس. ما تزعقش كده. حسن. الله. بعدين معاك بقى. بعدين ده كسر دماغك. انا طالع جاك. رايح المهرج. يلا يلا. سد خيلك. المفتاح معاك. طبعا. بس على الله ما يكونش حط المفتاح في القفل. جود لك. جود لك. وغدا. بقول لك ايه يا رشدي؟ ايوه. ساكت ليه؟ اتكلم. البوليس لقى كل المسروقات الزباين عندك مخبيها في اوضتك. اللي حصل يا بيه وانا غلطان. ها؟ وسونيا شريكه معاك؟ ايوه ايوه طبعا يا بيه. طب وايه حكايه بسطويسه يا فندم؟ بسطويسي مين يا بيه؟ لا 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 ده ملوش دعوه بحاجه. طب خليك انت هنا شويه. دخل سونيا. حاضر يا بيه. خش يا ست سونيا. قربي يا سونيا هنا. انا عاوز اعرف الحقيقه كامله خصوصا وان رشدي اعترف. انت ايه علاقتك بالموضوع ده؟ انا ما اعرفش حاجه يا بيه. انا غلبانه ومحتاجه للعطف. يعني ما كنتيش تعرفي ان رشدي بيشطب كل ليله على اوضه من اوض الزباين؟ ما اعرفش يا بيه حاجه. طيب وموضوع بسطويسي برضو مصممه انك ما بعتلوش جواب؟ انا يا بيه ما بعتش جوابات. لكن الحقيقه انا مش مصدقه انه حرامي. ده بيصرف عليا يا بيه. ده راجل طيب. طيب ابعت شوف اخبار بسطويسي ايه. حاضر يا بيه. اعرفه منين؟ اعرفه منين ازاي؟ انا صاحب اللوكان ده وقاعد عندي. ده عقله سليم 100%. عقله سليم؟ ازاي بقى؟ ده قاعد يخرف ويقول فاضل في حياتي 18 يوم، 3 شجرات يعني 3 اشهر. ما هو صحيح يا بيه، البشكاتب قال لي كده. صحيح. انا هقول لسعادتك. اما بسطويسي شاف الحلم حكاه للبشكاتب، والبشكاتب بقى فسره له. حلم؟ حلم ايه؟ حلم انه داخل جنينه فيها 3 شجرات، وبعدين بص لقى نفسه في الصحراء. البشكاتب قال له فاضل لك 3 شهور، يعني كل شجره تبقى بشهر. وبعدين بقى لمؤاخذة الصحراء دي يعني القرافة. ادي تفسير الحلم. يبقى انتوا بقى المسؤولين انت والبشكاتب. عن ايه يا بيه؟ عن اللخبطه اللي حطيتوها في دماغه. 3 شجرات يعني 3 شهور؟ ازاي وليه؟ ليه ما يكونوش 3 ايام؟ ليه ما يكونوش 3 سنين؟ والله اللي حصل وده بقى اللي سمعته من البشكاتب. يبقى مال انا بقى. طيب 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 دقيقه واحده. انده البسطويسي. حاضر يا بيه. يا بسطويسي. ايوه. الدكتور طلبك. الحمد لله. هو فين؟ هو فين؟ انقذوني يا ناس، المجانين هتخلص عليا. الله، امال فين حضره البشكاتب؟ ازيك يا بسطويسي افندي، البشكاتب سافر. الله يكرمك يا معلم. شايف حصل لي ايه؟ والمصيبه اقول لهم فاضل لي 18 يوم على وش الدنيا يضحكوا عليا. طيب 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 طيب. هو قال لنا على كل حال. انا خلاص هكتب لك موافقه تخرج من المستشفى. الله يخليك. الله يكرمك. ده انا فاضل لي اسبوعين بس واخش على الصحراء. بس خد بالك. نعم. انت هتخرج من هنا على السجن تاني. ليه بس يا غالب؟ انت جاي على ذمه قضيه ولازم نرجع. شوف لي المحامي يا معلم. حاضر. انا هروح على الاستاذ زخرس. هو انا اللي بعتهولك. لا 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 بلاش الاستاذ ده، اعمل معروف لحسن، ده افكاره عجيبه قوي. قال عشان يخلصني من قضيه انا بريء منها يوديني مستشفى المجانين. اطمن يا بسطويسي اطمن، انا هشوف اللاج. والان نستمع الى المطرب علي برشامة. خلي هدومك عندك، تعال ورايا، عندك زيارة. حاضر. زيارة مين يا ترى؟ الله، مين؟ الأستاذ الأخرس. أيوة يا بسطويسي،
انا اسف انك رجعت للسجن، كان غرضي تفضل في الخنكة. خنكة ايه يا استاذ؟ ده انا كنت هتجنن. انا كنت عاوزك تتجنن وبكرة تنفد من القضية، لكن مادام ده حصل بقى يبقى لازم اواجه الموقف. واجهه يا استاذ، اعمل معروف واجهه، انا فاضل لي يا دوبك اسبوعين. الله، ترجع تلخبط تاني ولا ايه؟ ما كنت تلخبط هناك احسن. اسمع، على كل حال انا فكرت لقيت مفيش غير حل واحد. ايوه، تعترف. اعترف؟ اعترف بيه يا بيه. اسمع بقى، انا محامي وافهم في الحاجات دي. انت مضبوط جوه الاوضة، هتقول ايه؟ اعترف، اعترف يا بسطويسي، ده احسن حل. يا بيه، انا ما عملتش حاجة، اعترف ازاي بس؟ شوف يا سيد. نعم، انت تعترف وانا ابين للمحكمة ظروفك قد ايه انت كنت تعيس في حياتك، وازاي انك كنت من طفولتك معقد. معقد انا يا بيه؟ طبعا، انت هتدخل في شغلي ولا ايه؟ اسمع الكلام، انا هضمن لك 6 اشهر. 6 اشهر يا بيه؟ ايوه، بدل ما تمتص 3 سنين. انا هعرف استغل اعترافك كويس. يا بيه يا بيه، ده انا فاضل لي على وش الدنيا اسبوعين، تضمن لي 6 اشهر ازاي بس؟ ده كلام يا ناس. انا ما عنديش وقت اضيعه معاك، خد بالك الجلسه بعد بكره. يا خبر زي بعضه، هروح بلاش يا عالم. انا كان مالي ومال مصر، ما كنت قاعد في بلدي. الله يجازيك يا حسنين، سافر مصر اتمتع. اديني متعت نفسي يا سي حسنين ولسه. انت مش عايز تاكل ليه يا ولا؟ ايش هاكل؟ ان شاء الله ما طفعت. ياك فاكر انك هتزيني يا والد؟ يابا فكني يابا، السلسلة حزة في رجلي. ابدا ابدا، مش ممكن افكك ابدا عشان تجري على مصر وانا بسطويسي. انت عارف اخر اخباره ايه يا ولا؟ لا. في السجن. ايه في السجن؟ في السجن، بسطويسي في السجن يا حسنين. في السجن ليه؟ قتل المعلم؟ معلم مين اللي قتله هو بسطويسي الناموسة؟ ده حرامي يا ولا. حرامي؟ مش معقول يابا، ده بسطويسي راجل شريف وكريم. انت لسه بتدافع عنه يا مجرم؟ طب خليك متسلسل بقى في مكانك. محكمة. المتهم بسطويسي شندويل عبد الله. موجود يا بيه. انت دخلت اوضة رشدي يا بسطويسي؟ دخلت يا بيه. ومن الشباك؟ حصل يا بيه. كفاية كده. ايوة، النيابة. المتهم لص اعتاد السرقة. انا يا بيه. بس ما تقطعش النيابة. حاضر. المتهم لص اعتاد السرقة من الفنادق، حيث يقفز كل ليلة كالقط من النوافذ ويسطو على امتعة زبائن اللوكندا الذين يجيئون للراحة وللفسحة، وانا اطالب باقصى العقوبة وهي 3 سنوات. خرابي. الدفاع، الاستاذ لخرس. سيد يا حلوتك. المتهم الماسل امام حضراتكم. ايوه. لا ذنب له في الجريمة التي ارتكبها. الله الله الله. لانه صادف في حياته ظروفا تجعله مجرما. يا حلوتك. لقد ولد في بيئة منحطة. الله يكرمك. ولم يتلقى تربية حسنة. أيوة. وبالتالي فهو ثمرة بيئته المنحطة، وأنا ألتمس له الرحمة. لا فض فوك يا أستاذ. الله، مين دي؟ سونيا. يا سعادة البيه. يا سعادة البيه. انت مين؟ أنا جاي أشهد بالحق يا سعادة البيه، بسطويسي بريء والمجرم الحقيقي رشدي. أنا مش فاهم حاجة أبدا، عاوزة تقول إيه؟ أنا عاوز أقول إن بسطويسي دخل ليلتها الأوضة عشان ينقذني، واللي عمل فيه المغرز ده رشدي بعت له الجواب. في أقوال المتهم حاجة زي دي برضه. أنا هقول لسعادتك اللي حاصل، كل اللي حاصل يا فندم. اتكلمي. سمعت يا بطة باللي حصل؟ خير يا معال. بسطويسي عارف عمل ايه؟ عمل ايه؟ فتح مطعم بيأكل فيه الناس مجانا. كلام ايه اللي بتقوله ده يا معال؟ ده اللي حصل. انا واحد قال لي ما صدقتش، رحت بنفسي. رحت فين؟ المطعم اللي فاتحه، لقيت واقف على الباب وعمال يقول للناس اتفضلوا اتفضلوا.
وكل واحد بعد ما ياكل يخرج يسلم على بسطويسي من غير فلوس ولا مليين. وفهمت من البشكاتب بتاعه انه عاوز يقابل ربنا وهو عامل حسنات. حاجه عجيبه. امال كان حيموت نفسه ليه على 100 جنيه؟ قول لي يا معلم وانت اكلت؟ طبعا هبت كيلو كباب محترم، ولما خرجت قال لي صحه وعافيه. انا مش مصدقه وداني وحياتك، ده اللي حصل. لكن تعرفي ايه اللي شاغلني دلوقتي؟ ايه؟ ازاي نعرف ناخد فلوس منه؟ ايوه بس مش معقول نكرر اللعبه. لا لعبه ايه بقى؟ ده بسطويسي دخل في دور تاني، الدرويش وبيدي فلوسه للفقراء والغلابه. يبقى لازم نفكر في حاجه جديده يا بطه. اللي تشوفه يا معلم. اديني قاعد افكر. ما هو مش معقول اعتقه. انا بقول اخد راي فرغالي. ايوه بس خد بالك لا ياكل العمليه لوحده. مش مني يا بطه، اطمني يا بطه. التبرعات نازله ترخ عليك يا بسطويسي، كل الناس قدرت شهامتك. مش عارفين ان انا عاوز اخلص الفلوس اللي معايا، انما انا مبسوط، مبسوط قوي. شايف الناس قاعده تاكل بشهيه ازاي؟ طبعا مدام مش هيدفعوا. هو الواحد بتتسد نفسه على الاكل ليه؟ مش عشان هيدفع؟ بس انا برضو بيغزني الناس المفاجيح. شايف الراجل ماسك الفرخه ازاي؟ قاعد يقطعها في قسوه، قاعد يمزحها. لا مش كده، ما اروح اكلمه. تسمح يا اخ، عاوز اقول لك والله كلمه. مش فاضي دلوقتي. ايوه بس لو سمحت مش كده، الواحد برضو ياكل على مهله. اكل على مهلي ازاي؟ انا عارف الحكايه العجيبه دي، هتستمر امتى؟ اطمن هتستمر. انا بسطويسي سندويلي عبد الله صاحب المطعم. انت صاحب المطعم؟ اي انت اللي بتدي اكل مجانا؟ الله، لكن انت باين عليك عائل. لا ده انا عائل قوي، وشهاده من الخنكه. كل على مهلك، الله لا يسيئك. يا استاذ بسطويسي، يا استاذ بسطويسي، لو سمحت عاوزينك بسرعه في اللقنده. لقنده الحظ؟ ايه حصل ايه؟ مش عارف حصل ايه. المعلم قال لي روح بسرعه عند بسطويسي، قول له تعالى اوام المعلم في ازمه. فين بسطويسي ده؟ هاتهولي من تحت الارض، ده متاخر عليه 300 جنيه لا يا احمد. هو بس وصل مشوار كده صغير وزمانه جاي. ثم ما تنساش يا معلم ان بسطويسي معذور، كل اللي انت شايفهم دول بياكلوا ببلاش على حساب بسطويسي. على حساب بسطويسي ولا على حساب انا؟ ايه في ايه يا جماعه في ايه؟ الناس مش بتاكل ومبسوطه ليه؟ طبعا بياكلوا مبسوطين، انا اللي زعلان بس. عاوز 300 جنيه. 300 جنيه؟ لا يا اخ، احنا ما بنديش حد فلوس. ان كنت جعان خش كل بالهنا والشفا. كلام ايه ده؟ انت بتتاري عليا؟ طب عليا النعمه اللي ما دفعته من 300 جنيه لكون دبع واحد فيك. ده الجزار يا بسطويسي اللي بيورد اللحمه للمطعم. فهمت. طب ما تديله فلوس خليه يمشي ويوسع للضيوف. الفلوس كلها خلصت. يا سلام، 3000 جنيه في اقل من اسبوع، ده المحل اشتغل تمام. على كل حال انا معايا ال 500 جنيه اللي كنت هشتري بيهم اللوكانده. خد يا معلم 300 جنيه اهم. متشكرين، ويكون في علمك. ايوه انا مش هجيب لحمه بعد كده ابدا لما تدفعهم قداما. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الموقف بقى حرج قوي يا بسطويسي، والمحل لازم يقفل. مش مهم، انا فاضل لي اسبوع هعمل حسنه كبيره قوي، وبعدين اسافر على البلد. ايه حسنه كبيره؟ بقول لك الفلوس خلص. الحسنه اللي هعملها مش عاوزه فلوس، عاوزه نفس حلوه. انا هتجوز يا حضره البشكاتب. تتجوز؟ تتجوز ازاي وانت عارف؟ المهم افك عقدتها، وده اكبر خير. ان شاء الله هتجوزها كمان يومين. اللي تشوفه يا بسطويسي. شكرا. شوف بقى، انا بصراحه بقى يا عم ابو نفوسه جاي طالب القرب من بنتك نفوسه. وانا موافق، بس يعني لا مؤاخذه يعني. اتكلم اتكلم يا عم ابو نفوسه. انا ليا كلمه. اتفضل.
يعني حكاية التبجير دي يعني لمؤاخذة؟ أي قال على رأي المثل خد من التل يختل. تل ايه وجبل ايه؟ انا مش فاهم ايه قصدك يا عم ابو نفوس. انا قصدي يعني حكاية الاكل اللي عملته وزاعه على الخالق. ايوه انا قصدي يعني نلم نفسنا شوية. انا طبعا حماه طبعا ولازم احاسب على فلوس. وانا معايا حاجة. يا سلام يا سلام يا سلام على التواضع يا ناس. يا سلام يا بسطويس ده انت بحر فلوس. يا بسطويس اللي عملته ده محدش سمع عنه ابدا. المهم يا عم ابو نفوسة دلوقتي لازم اصرحك بحاجة. ايوة انا مش هتجوز نفوسة غير اسبوع واحد. بتقول ايه؟ اسبوع واحد يعني ايه؟ المهم تتفك عودتها. انا بصراحة ما كانش عندي مانع اتجوزها سنين، لكن اعمل ايه؟ مفيش في اليد حيلة يا عم ابو نفوسة. هخش دنيا واخرج من الدنيا، كل ده في اسبوع واحد. معلم ايه قولي، هو لمؤاخذة عنده لطف؟ لطف ايه يا ابو نفوسة؟ انا بكلمك وانا واعي لكل كلمة بقولها. نفوسة هتبقى ارملة. ارملة؟ ارملة. تسمح تسمح معايا دي يا ابو نفوسة؟ ايوه. انا بس هكلمك كلمتين على جنب. اتفضلوا تشاوروا اتناقشوا. ما هو لازم الحكاية تبقى على نور. انا جاي اعمل خير يا اخوانا. ايه حكايته ده يا معلم؟ ولا حاجة. اوعى ترجع عن الجوازة، ما راجل دخل في دماغه انه هيموت بعد اسبوع. واحنا من؟ والله نعاش اهو قاعد، وان مات نفوسه هتورث فلوسه. انت شايف كده؟ طبعا. خد بالك ده بحر فلوس ابو نفوسه. ده فاتح مطعم على البحري، تاكل وتشرب وتحلي وتروق. يا خرابي دي حاجه ما سمعتش عنها ابدا. سبع ولا ضبع؟ سبع يا بطه. انا طول عمري سبع. انا لسه شارب شربات بسطويس. والفلوس الالف جنيه دفعهم ابو نفوسه؟ قال لي بعد اسبوع. اسبوع؟ اشمعنى يعني؟ هيشوف. قال ان عاش بسطويس ايه هدفع الالف جنيه، وان مات يشوف تركيته قد ايه. طب واحنا مالنا ومال تركيته؟ هي مش كان نفسها تتجوز وخلاص؟ اللي حصل على كل حال كاتب الكتاب بكره المغرب. تحضري نفسك وتلبسي عشان تيجي معايا بطل. حاضر يا معلم، على الله الفكرة دي تفلح. ضروري، ده ابو نفوسة بيستنشى على عريس لبنته، والبنت حالفة ان ما جوزت في اسبوع هتموت نفسها. يعني الحكاية محبكها قوي يا بطة. عاوز اعرف يا حضرة المشكاتب، فلوس بسطويسي دي منين؟ يا بيه ده باع بيته وارضه وجي يمتع نفسه قبل ما يموت. وهو اللي عاوز يمتع نفسه يفتح مطعم مجانا؟ الراجل ده بيضحك عليك. يا بيه ده انا اللي مفسر له الحلم. هو قاعد يهنكر شوية، ولما نهايته قربت قال لازم اعمل خير. اللي انا مستغرب له يأكل الناس دي كلها وانا لا. ليه يا بيه ده؟ اصله حضرتك يعني عايز اقول ما تزعلش ما تزعلش يا بيه، لو ربنا سهله تاني وفتح المطعم هتكون اول واحد هياكل يا بيه. الله، هو قفل المطعم؟ ايوه، الفلوس خلصت يا بيه، وهو فاضل له اسبوع واحد يا دوبك يتجوز وينتهي. هو هيتجوز بكره المغرب. هو ده اللي هيقصف عمره. صحيح. على كل حال انت قعدت في مصر اكتر من اللزوم. انا راجع بعد يومين انا وبسطويسي يا بيه. ويرجع معاك ليه؟ ده مرفوض، انا مش عاوز يبقى له اي صله بالشركه بعد كده. يا بيه المسامح كريم، معلش، اصل بسطويسي ده صرف امين وما بيسرقش. امين؟ ده مرفوض يا فندم، مرفوض. خلاص يا نفوسة، مبروك. مبروك على ايه؟ انا مش ممكن اتجوز حد غير صلاح. صلاح؟ صلاح مين وغيره مين يا بيت؟ ده ابوكي لقالك عريس مالوش مثيل. فلوسه ما تتعدش. انا ما تهمنيش الفلوس، انا يهمني الحب بس. الحب؟ حب ايه يا بيت تختشي؟ هي في واحدة عاقلة تحب واحد كحيان زي صلاح؟ عامل باليومية في فرن ابوكي. مش هتجوز غير صلاح بس. ايه ايه يا نفوسة؟ مفيش يابا. امك كلمتك على العريس؟ مالك ساكتة ليه؟
اعمل حسابك كاتب الكتاب بكره المغرب. بكره المغرب؟ يا لاويد يا لاويد. لهوتي فيها يا بات. ده انت لازم تحمدي ربنا. ده بسطاويس يا بات. هو اسمه بسطاويس كمان؟ بسطاويس شندويل عبد الله. امال ده مقصر. صدق الراجل ده طيب قد ايه؟ فتح مطعم ياكل فيه الغلابه من غير فلوس. شوفي بقى اللي زي ده يبقى عنده فلوس قد ايه. فلوس فلوس؟ هو يا ناس مفيش غير الفلوس والقلب يابا. القلب القلب ده يعني ده له احكام يابا. له احكام يا بيت. ايه الكلام ده يا بيت؟ ده انا بدور لك على عريس من 10 سنين. وتدور ليه يابا؟ انا عريسي موجود. موجود؟ مش فاهم. سيبك منها، دي بنت مجنونه. انا عاوزه تتجوز صلاح. صلاح مين؟ يا نهار ابيض، انت يا بنت تعرفي حد من ورايا وانت ساكت عليها يا وليا؟ طب وشرف الى اتباعكم؟ قولي لي يا وليا تعالي هنا، ايه الحكايه؟ اتكلمي. انا ماليش دعوه. بتقول ان ما اتجوزتش صلاح الاسبوع ده هتموت نفسها. يا نهار ابوكم اسود. تعالي يا وليا قولي لي، صلاح ده يبقى مين؟ قولي قبل ما شرحته. صلاح؟ صلاح اللي بيشتغل عندك في الفرن، الواد الجعان ده. انا مش قادر اصدق عقلي. كلام ايه الفاضي ده؟ ده انا لازم اطرده. حرام يا بحرام. هطرده. ايه الحرام يا بقى؟ الواد الجعان ده يجي حاجه جنب بسطويسي بيه اللي فاتح مطعم على البحري. يا بهاي، بسطويسي اللي الناس تخش عنده تطلب الحمام والفوت مزعها وتروح. يا غجر. القلب يا بابا. ده القلب له احكام يا بابا. بس يا مجنونه، بلا قلب بلا طحال. طب عليا النعمة ما سكت لخلي فرح الجنازة. وانت يا ولية اللي قاعدة زي البومة، قومي. العريس جاي يشرب شربات دلوقتي عشان نتفق على اللي هنعمله بكرة. يلا خشوا البسوا. حاضر حاضر. يلا يا نفوسة يا بنتي، لحسن ابوكي متطور. يلا يلا يا بنتي. ايوه خدمه. مفرد ولا مجوز؟ انا عاوز اقابل بسطويسي. هو موجود؟ بسطويسي موجود يا بطه. ايوه الاخر عاوز يقابله. اتفضل تعالى معايا اوريك اوضته. متشكر متشكر. يا ست متشكر. ادي الاوضه اهي، ان ما ردش عليك بسرعه يبقى نام. مين دي؟ انا جاي. نعم ممكن اخش؟ انا عاوزك في كلمة سر. وماله يا ابني؟ خش اتفضل. انما اقول انت تبقى مين؟ انا صلاح. صلاح؟ لا مؤاخذة يعني بقى، انت عارف الواحد يعني دماغه، يعني صلاح مين؟ انا صلاح جاي بخصوص نفوس. نفوس اللي هتموت نفسها ان ما اتجوزتش. خلاص يا ابني اطمن، انا هتجوزها بكرة. اطمن. لكن انا جاي اقول لك. أيوة. ان من مصلحتك اوعى تتجوزها. ازاي بقى من مصلحتي؟ ده جوازي هينقذها. دي روح يا ابني. مين اللي حط في دماغك كلام الفاضي ده؟ ابو نفوسه؟ اسمع يا بسطويسي، انا ونفوسه هنتجوز، مفيش داعي تقف في طريقنا. طريقكوا ايه وسكتكوا ايه يا ابني؟ انا ماليش دعوه، انا ماليش غرض في الجواز ولا بيوله، انا عاوز بس اعمل خير. الخير انك تساعدني على الجواز بقى، علشان كوني فقير او ما اتجوزش. لا 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 يا ابدا ابني، مين قال كده؟ هو في حد اتجوز غير الفقراء؟ طب ما تتقدم لابو نفوسه. ما يرضاش. ليه؟ ده راجل طماع. انت فاهم انه وافق على جوازك ليه؟ علشان عندك فلوس. انا ده انا بقيت انضف من الصيني بعد غسيله. انا بقولك عاوز اعمل خير، وما دام جوازك بيها خير خلاص. يعني هتسيبها؟ هو انا ماسكها علشان اسيبها؟ يا ابني ده انا مش هسيبها هي بس، ده انا هسيب الدنيا كلها. خلاص ساعدني. حاضر اساعدك. اساعدك بيه بس يا ابني. شوف انا على الحديده. والنبي تشوف لي طريقه اعمل معروف. حسب الحلم ومعاده. أيوة. روحك لازم تطلع في خلال ساعة واحدة يا بسطويس. ساعة واحدة؟ يا نهار زي بعضه. ساعة واحدة؟ حساب الحلم كده يعني غشك؟ لا، ان كان نفسك في حاجة اطلبها. نفسي في حاجة ايه يا حضرة المشكاتب؟ انا نفسي نسدد خلاص. شوف راح ايه من الساعة اللي فاضلة. يا اخي مالك من الساربع كده، فاضل لك 58 دقيقة. شوف مين يا حضرة المشكاتب. دقيقة واحدة. الله، ده حسن. ايه حسن؟ ايه بسطويسي؟
الحمد لله على السلامة. الكلمة دي ملهاش معنى دلوقتي يا حسني. سلامة ايه؟ انا دلوقتي تجوز علي الرحمة. ما شاء الله، عقله واعي الاخر واعي. الله، انت متمدد كده ليه يا بسطويس؟ خلاص يا حسني، قضاء الله حل، وبرضو الواحد يموت وهم مرتاح احلى كده ولا ايه؟ يا راجل بلا كلام فاضي، حلم ايه وبتاع ايه؟ انت صدقت الكلام ده يا بسطويسي؟ لا اسمح لي، انا ما احبش حد ينتقدني، انا لما افسر حلم تفسيري ما يخرش الميه. بسطويسي هيموت في خلال 25 دقيقة. طب تفضلنا بالكلام ده بقى، انا بترعب. انت راجل على نياتك، اديني قاعد جنبك وهتشوف. ده لسه عمرك طويل يا بسطويسي، لسه هنسافر مصر مع بعض تاني. نسافر فين يا عم؟ انا قادر اتلم على اعصابي، انا راضي بالبلد واللي فيها، بس اعيش. هتعيش ان شاء الله. يعني انت بتتحداني يا ابني؟ ده تفسير الاحلام ده علم يا اخي. ربنا يخلف ظنك، انت هتموت يا راجل ملواه. اقعد يا بسطويسي. مش قادر. قول لي يا حضرة الباش كاتب، فاضل قد ايه؟ باقي من الزمن ربع ساعة يا دوبك. وتخلص الحدود. على كل حال يا حسنين، انا عاوز اقول لك نصيحة وانا على وش موت. يا نهار اسود، انا قلت الجملة دي ازاي؟ المهم نصيحتي يا ابني، ما تروحش مصر ابدا، البلد هنا احسن واهدى. واني هروح من غيرك ازاي؟ يعني معايا العامة. ايه ولد، شوف الايام، انا دلوقتي بقى ما احتكمش على جنيه، ما اقدرش امس الفلوس اللي مع المشكاتب. على كل حال صرفتها في الخير والسمك والطير، ودلوقتي بقى يلا بينا احسن علشان نوضب الجنازة. جنازة جنازة. يا دي وحوضب جنازتي بنفسي كمان. الو الو، مين اللي بيتكلم؟ انا عصفور بيه. اهلا سعاده البيه، انا البشكاتب. اسمع، انا جاي امر على الفرع بعد ساعه. افندم انت ايه، ما بتسمعش؟ قلت انا جاي امر على الفرع بعد ساعه. هو سيادتك ولا مؤاخذه يعني ما وصلكش القرار؟ قرار؟ قرار ايه يا افندي؟ ان لا مؤاخذه سيادتك يعني كده ولا مؤاخذه، اترفات. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا افندي؟ حصل يا فندم، والقرار اتوزع على الفروع كلها. انت اتجننت يا حضرة الباش كاتب؟ لا يا سعادة البيه، انا ما اتجننتش، انما ولا مؤاخذة يعني بيقولوا ان سيادتك اللي طلعت حرامي وبتسف فلوس الشركة. اخرس. متشكر يا بيه، اصيل برضو، اصيل بس حرامي. صباح الخير يا حضرة البشكاتب. صباح الفل يا بسطويس افندي. يا سلام، اما المكتب بتاعي ده وحشني بشكل، بس يا خسارة الوداع. وداع ايه يا بسطويسي؟ الحلم. يعني الجنازة. جنازة ايه وحلم ايه يا راجل؟ ربنا يديك طولة العمر. طولة العمر. الله، جرى يا حضرة البشكاتب؟ هو انا مش هموت بقى؟ مش ده تفسير الحلم بتاعك؟ الحلم؟ الصحراء والثلاث شجرات وال... يا راجل بقى، حد يعرف هيموت امتى؟ مش فاهم، امال ايه تفسير الحلم اللي انت شرحته لي؟ تفسير الحلم هو اللي انت عملته ده بالظبط. ايه؟ انك تعيش وتتمتع بالدنيا، مش تقعد تحط القرش على القرش وتحرم نفسك وتحرم الناس. الله، يعني تفسير الحلم اللي انت فسرته لي كان زومبا وديتها لي؟ امال ايه؟ انما قول لي بذمتك، انت دلوقتي مش مبسوط ولا زعلان على فلوسك اللي راحت؟ زعلان، دي كانت اسعد ساعة في حياتي، وانا بشوف الناس الفقراء الغلابة وهم بياكلوا سعدة. لا، والاكادة بقى ان تفسير الحلم ده زي ما هيصك كشف لنا الراجل عصفور بيه على حقيقته. عصفور بيه الحرامي. العصفور ما هو طار. انما عايز تعرف بقى يا بسطويسي، أيوه، التفسير الحقيقي بقى بتاع الحلم ايه؟ التلات شجرات دول 300 سنة هتعيشهم. أيوه. والصحراء؟ لا صحراء بقى ولا بقرة ولا 300 سنة، انت لسه هتفقعلي 300 زومبا يا حضرة المشكاتب. هكذا عاد بسطويسي من رحلته. بسطويسي مسافر ليه؟ بطولة عبد المنعم مدبولي في دور بسطويسي، محمد شوقي في دور المعلم، ليلى يسري في دور بطة، عدلي كاسب في دور عصفور، عبد السلام محمد في دور حسنين، مرسل حطاب في دور العمدة، احمد توفيق في دور الباش كاتب بالاشتراك مع احمد علام، جميل عز الدين، كوثر رمزي، سيد القاضي، اسماعيل رزق، محمد منصور،
احمد كمالي، عواطف عبد الفتاح، ابو العزايم ابو العلا، علي ادري، واسماعيل النجدي. بسطويس مسافر ليه، وبسطويس مسافر ليه، بسطويس مسافر ليه، وبسطويس مسافر ليه، يقعد هنا بقى يعمل ايه، كفايه منكم بقى بالريح، بقى الحياة فاضل فيها ثلاث شهور حيقضيها، بقى الحياة فاضل فيها ثلاث شهور حيقضيها، حسب مزاجه يا خالق يا هو، حسب مزاجه يا خالق يا هو، أيوة حسب مزاجه يا خالق يا هو، حسب مزاجه يا خالق يا هو. ده بسطويسي رايح فين؟ رايح لمصر أمه الدنيا، رايح لمصر أمه الدنيا، سلم على ليلى وسونيا، سلم لك على ليلى وسونيا، وانا هاتي مناديل وكانوليا، ودار اخر مناديل ولاكوليا، وانا هاتي الدنيا، ودار اخرى صندوق الدنيا، وانا مع 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 زدكم الامونيا، وانا مع 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 زدكم الامونيا. حقك تعال وتسليك يا بسطويس الله يهديك، دي مصر وعرا يا ولدي عليك، نسوي لها راح نلعب بيك، يا بسطويس اعقل خليك، خليك يا بسطويس، عجل 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 خليك، خليك يا بسطويس اعقل خليك، خليك يا بسطويس، عجل 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 خليك، خليك تأليف عباس الأطفال تلحين سيد الكام، تأليف عباس الأطفال تلحين سيد الكام، إخوان محمد متولي عواطف.